فكرة التمبليت، فكرة التمبليت سهلة جدا وبسيطة. فكرة التمبليت إن أنا عايز ما أبدأش من الصفر. يعني إيه ما أبدأش من الصفر؟ يعني لو أنا بدأت من الصفر خالص، ده هياخد مني شغل كتير جدا. تمام؟ بمعنى إيه؟ أوضح برضه القصة. لو إحنا بدأنا الشغل بتاعنا من غير تمبليت، فده هي انا حاسس ان في صدى صوت. استاذ الصوت راح يصل يعني مش كويس. طيب باشمهندس ليلى، ممكن بس تطفي المايك عندك ثواني؟ الو باشمهندس ليلى، معلش اعملي بس ميوت. الو شمس ليلى، الو، ايوه وي استاذ عمر. جرب اعمل ميوت بس للمايك شويه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عمر، راني نسمع فيك انا. جرب اعمل بس ميوت للمايك. نديرو ميوت. اوكي ايوه السلام عليكم. انا بس بجرب الصوت، اعتقد دلوقتي كان احسن. تقريبا عند حضرتك في حاجه بتعمل صدى صوت. تمام. طيب فكره التمبليت بسيطه جدا، الا وهي ان انا مبدا الشغل من الصفر، لا يبقى عندي بعض العناصر اللي تسهل عليا الشغل. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن يا استاذ، معناها يكون عندنا يعني فايل، ما انا يعني بفتحه دلوقتي، انا مختوم بفتحه يعني دلوقتي، بالبيم. انا بفتحه دلوقتي. تمام. انا بفتح الفايل دلوقتي وهعمل شير للسكرين ونبدأ نشوفها ان شاء الله مع بعض. تمام. اهوت شير. طيب انا ماليش ان انا اعمل شير للاسف، انا مش قلنا في مشكلة في ان انا اعمل لكن شير. اه طيب شو نسرب من الدنيا بس صلاحيات. باش ما نسرب لنا. الو انا احاول اكلم على شو نسرب لنا. سامعني؟ طيب ايه هو التمبليت؟ التمبليت يعني قالب فاضي ما فيهوش شغل، بس الاعدادات بتاعته مظبوطه. تمام. يعني لو انا عندي ملف وورد اهوت او اكسل او اي حاجه، بيكون في بعض العناصر اللي تسهل عليا الشغل. هنشوفها مع بعض في اكتر من مثال. يا أستاذ، ايوه الو. بالنسبة للصورة، ما ايوه انا بكلم باشمهندس عشان تديني صلاحيه ان انا اعمل شير سكرين. انا بحاول اعمل شير سكرين مش راضي تيجي. تمام. هل ممكن اعمل فكرة التمبليت لحد ما اعرف اعمل شير سكرين؟ انا بحاول او اتعمل تاني. تمام. فكرة الشير سكرين او سوري، فكرة التمبليت ان انا يكون عندي عناصر موجودة في قلب الفايل تساعدني في شغلي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اقول له نيو ابدا اختار التمبليت. انا ممكن اعمل انا تمبليت خاص بيا. تمام. ممكن اعمل تمبليت مثلا لميكانيكا بس، او تمبليت فيه المعماري والانشائي وكهروميكانيكال. ممكن اعمل تمبليت لشغل الفيلل، ممكن اعمل تمبليت لشغل المحطات. بيكون في الفاميلي اللي انا بستخدمها في الحاجه ديت. على سبيل المثال مثلا لو احنا معماريين، ببدا احط الفاميلي المعماريه اللي انا ممكن احتاجها في التمبليت. تمام. ممكن احط بعض العناصر اللي انا هحتاجها في شغل التمبليت. لو عايزين نركز في التمبليت دلوقتي مفيش مشكله. فكره التمبليت ده ملف اهو التمبليت، فانا بختار مثلا يا اما تكون استراكشر تمبليت او اركتكشر او استراكشر او ميكانيكال او بلامنج زي ما انا عايز.
وليكن مثلا اخترت اركتكشر تمبليت، ممكن تعمل تمبليت باسم الشركه، يعني انت مش محكوم بالاسامي دي، انت تقدر تحط اسامي زي ما انت عايز. طيب في حاجه من الاثنين، لما افتحه كمشروع يبقى انا هبدا مشروع جديد وابدا اشتغل عليه، هيبقى امتداده ساعتها ار في تي، فانا كده بعمل شغل حقيقي، او بفتحه كبروجكت كمبليت اعدادات وابدا اعدل فيها. طيب لو انا اخترت بروجكت وقلت له اوكي، لاحظ ما سالنيش انت متريك ولا امبريال، يعني الوحده القياس نفسها هو عارفها، بلاقي عندي دول محصورين جاهزين، اللي هو الاليفيشن بتاع المبنى، الواجهات بتاعت المبنى محطوطين جاهزين، مش محتاج ان انا احطهم. لو انا بدات من غير تمبليت هتلاقي دول مش موجودين، ومش هتلاقي ليفلات ولا سيلينج ولا اليفيشن. ولا هتلاقي الاسكادوالات ولا الشيتات ولا فاميلي ولا حاجه خالص. انما في لما ببدا من خلال ان انا بعمل طيب لما انا بكون مثلا بادئ بتمبليت بيكون في الاعداد مظبوط. يعني على سبيل المثال لما اقول له وول، هتلاقي ان هو حاطط لي انواع كثيره من الحوائط جاهزه مش موجوده في مساحه العمل، يعني هو مش هيبني لي كذا حيطه في قلب مساحه العمل، لان هو بيختلف من مشروع لاخر، بس هيديني الخصائص بتاعتها، يعني هيديني ان في نوع من انواع الحوائط اسمه براكس كذا، واقول له ايديت طيب، وابدا الاقي الاعداد بتاعته موجوده هنا بالشكل دوت، كل الاعداد دي موجوده جاهزه. لما تقول له باب هتلاقي في بعض الابواب موجوده فيه جاهزه، بدل ما انا ادخل ادور، لا هو حاطط لي بعض الابواب مش كتير، لان الابواب بتختلف من مشروع لاخر، فهو بيحط لي الحاجات الاساسيه، بيحط لي ممكن باب اتنين تلاته. ممكن انا اعمل تمبليت خاص بيا، تمام. طيب اهم حاجات في التمبليت للشركه بتاعتك، يعني لو انت بتعمل تمبليت للشركه بتاعتك، اهم حاجه بالنسبه لي ايه؟ اهم حاجه بالنسبه لي قائمه مانج. قائمه مانج دي اللي بلاقي فيها اهم حاجات للتمبليت، بمعنى اول حاجه بخش فيها البروجكت انفورميشن. طبعا المشروع بيختلف من مكان لمكان، بس في حاجات بتبقى ثابته، حاجات زي ثابته زي ايه؟ زي مثلا اسم الشركه اللي بتعمل الحاجه ديت، يعني انت مثلا الشركه بتاعتك مثلا وليكن اسمها مثلا عبد القادر مثلا. تمام؟ خلاص هي تبقى ثابته معاك في التمبليت، تمام؟ ممكن مثلا في معلومات خاصه بالبلد اللي انت فيها، الجزائر، فهتبدا تدخل تحط الاعدادات بتاعت الجزائر. الاعدادات اللي بتختلف من مشروع لاخر مش بحطها، تمام؟ يعني الكلاينت نيم بيختلف من واحد لواحد، البروجكت ادرس بيختلف من واحد لواحد، انا بحط بس المعلومات اللي هتبقى ثابته في كل الحاجات. على سبيل المثال احنا شغلنا كله اللوكيشن في الجزائر، فانا هدوس على اللوكيشن وابدا اكتب الجزائر، تمام؟ عندي طريقتين، عندي ديفولت سيتي ليست بيبدا يجيب لي قايمه بالاماكن كلها بالشكل دوت، تمام؟ بتلاقي قايمه بكل البلاد، او بتقول له انا عايز الخريطه، ومن خلال الخريطه بتبدا بقى تعمل زوم على الجزء اللي انت عايزه. طبعا هو بادئ بامريكا، فانت ممكن تعمل زوم لحد ما توصل للجزائر، او تبدا مثلا تخش على مدينه الجزائر، فخلاص هي دي بقى النقطه اللي انت هتعمل الدراسه بتاعتك عليها، تسحب دي كده هنا، او ممكن تكتب الجزائر فوق، هو يبدا يجيب لك المعلومات بتاعتك. اول ما تحط هنا بيعمل ايه؟ بيبدا يدرس اقرب مكان ويزر ستيشن موجود جنبيك، فيبدا يشوف لك الاماكن اللي فيها ويزر ستيشن. يعني احنا مثلا في مصر عندنا في الويزر ستيشن بتاعتنا في المقطم وفي المطار بتاع مصر وهكذا، تمام؟ هو حط لك خد لك كل المعلومات، ولو دخلت في الويزر هتلاقيه خد المعلومات اوتوماتيك، درجات الحراره اللي موجوده. طيب هي درجات الحراره هنا بالفهرنهايت، انا ممكن اكون عايز اغيرها، فببدا اخش بقى ايه اغيرها، اقول له يو ان، هتلاقي اليونت اهي بروجكت يونت، هتبدا تقول له مثلا اللينس عايز اخليه مثلا بالمليمتر، عندك درجات الحراره هتلاقيها في الاتشباك تمبريتشر، هتغيرها مثلا ل سيليزيز، درجات الحراره السيليزيه، تمام. طيب كده اقدر سايبه بقى كتمبليت تاني، خلاص بدل ما انا بعمل الخطوات ديت، او خلي التمبليت بتاعي كله بالوحدات القياس اللي انا بشتغل بيها. خلي بالك في بعض الحاجات ساعات بيبقى نصها بنشتغل بالمتر ونصها بنشتغل بالبوصه او بالانش. البروجكت يونت مثلا في شفاك مثلا الدكت سايز بنشتغل فيه بالانش عاده، يعني في الخليج يعني بنشتغل كده، والاطوال بنشتغل بالمليمتر. فانت بتظبط الوحدات القياس بتاعتك، ودي تبقى في التمبليت. دي فكره التمبليت. طيب في ايه تاني بظبطه في التمبليت؟
في حاجات كثيره جدا، تمام. اول حاجه اتاكد ان مفيش اي شغل هنا، لان كل مشروع اكيد الحوائط بتاعته هتختلف من مشروع لمشروع، فاتاكد ان مفيش اي شغل موجود هنا خالص، تمام. ممكن تعمل الموضوع ده ازاي؟ ان انا ادخل في ال 3 دي، ولو لقيت اي حاجه موجوده بعمل عليها سيلكت والغيها. لو عندك اي سكادولات عايز تعملها هتبدا تقول له نيو سكادول، وتقول له مثلا عايز سكادول للابواب، اوكي، وتبدا تختار العناصر اللي انت عايزها، تمام، اوكي. الجدول هيبقى موجود فاضي، بس اول ما تبدا ترسم اي حاجه الجدول ده يظهر معاك. طيب ايه الحاجات اللي انا بظبطها؟ في حاجات كتير جدا، في مثلا حاجات خاصه بالاستراكشر سيتنج، تدخل هنا وتبدا تظبط الاعدادات بتاعت اللود والحاجات بتاعت الضغط. ما اعتقدش ان معانا حد استراكشر فمش هندخل فيها. الام اي بي سيتنج حاجات خاصه بالميكانيكال، تمام. في حاجات خاصه بشكل الهيدن لاين، مثلا عايز انت لما يكون في ضغط تحت ضغط يبدا هو يبدا يعمل زي هيدن لاين عشان يبين اني اللي فوق وانا اللي تحت. لو انا عندي لاين ستايل هيبدا يغيره. لو في جيب، يعني انا عندي مثلا ضغط وضغط فوقيه، فهيعمل مثلا زي جاب فتحه من هنا وفتحه من هنا بحيث يبين ان ده فوق دوت. ففي جاب بيعمل بيقطع في الضغط اللي هو تحت بحيث يبين ان في ضغط معدي من تحت الضغط الثاني، ان هم مش خاطئين في بعض. فدي من ضمن الاعدادات. مثلا هنا الاعدادات الخاصه بالفيتنج انجل، لو انا عندي زاويه ممكن تقول له امشي الزاويه زي ما انت عايز، تمام. ممكن تقول له لا امشي بزاويه 90 60 45، ما تمشيش باكتر من دول حسب الشغل بتاعك. طيب لو انا عندي مثلا تعديل، مثلا عندي عندي ضغط اساسي اللي هو المين ضغط، وعندي في برانش فرعي، يعني في ضغط اساسي كبير ماشي ومنه حاجات فرعيه، ده هيبقى مثلا هنختار نوعه ايه. في ثلاث انواع، انا مش هخش في التكييف لان اعتقد ان حضرتك معماري وكده فبلاش ندخل في التفاصيل. بس احنا عاده بنشتغل ايه؟ باللاما ريكتانجل لاما راوند، تمام. عاده المين مثلا بيبقى ريكتانجل وده بيبقى راوند، فانت بتظبط الاعدادات اللي انت عايزها، تمام. حتى في البايب، مش هننسى اللي معانا في الحاجات ديت. في البايب هتلاقي هنا مثلا السايز اللي موجود عندي، يعني عندي نوع من انواع النحاس في كذا مقاس لي كذا سايز، فببدا اكتبه بحيث لما اجي ارسم يبدا يقول لي في مقاس مثلا 14. لو في مقاس مش موجود في السوق او انا مش شغال بيه او انا مش عامل حساب تحت بيه بشيله خالص، خلاص يبقى انا كده مش هستخدمه، او اعمل له ديليت امسحه، تمام. الفوليد بيبدا يحسب بقى الفوليد التمبرشر بتاعته والديناميك وهكذا. السلوب، ايه الدرجات السلوب اللي انا همشي بيه؟ هل همشي 1 ل 100، 1 ل 200، 1 ل 500 وهكذا. ودي معلومات بس طريقه الحسابات بتاعته، دي مش بعدل فيها، ده بس بيديني معلومات على اساس اعرف النتيجه دي جت منين او ايه الحاجات اللي هو حسبها. طيب دي حاجات خاصه بالكهرباء، البانل سكادول. في حاجات بقى خاصه بالشكل، الحاجه اللي احنا بنرسمها. كل الحاجات ديت لو جينا هنا مثلا اقول له مثلا باترن اللي هو يعتبر هاتش. يعني لو انا جيت قلت له مثلا انا عايز ارسم انوتيت وقلت له عايز هاتش، تمام، ده كده هاتش، تمام، ده هاتش. وتقدر تيجي من هنا وتغير نوع الهاتش اللي موجود زي ما انت عايز، وده بيفيد في شغل الكهرباء كتير وفي شغل المعماري بالذات وشغل الاستراكشر، ان في جزء معين بتدي له هاتش معين عشان تميزه عن بقيه الشغل، تمام. طيب انا لو حطيت هاتش كده في اللوحه فده ملوش معنى، انا مش عايز يبقى فيه هاتش موجود، بس عايز لما ابدا شغل واقول له هاتش يبدا يجيب لي قايمه بالهاتش اللي موجود او الديتيل الموجود او الفيلد ريجن او اي اسم انت اخترناه، اللي هو الشكل نفسه هيبقى موجود ازاي. انا عايز الاعدادات دي، لو انا بادئ من غير تمبليت هتلاقي دي فاضيه، فتضطر بقى تقعد تعملهم واحده واحده. لا، فالمفروض ان انا في التمبليت ببدا اظبط شكل الهاتش والالوان والحاجات دي كلها بحيث ابدا اشتغل بيها. لو انت معماري مثلا واغلب شغلك في لاندسكيب فبظبط الشكل بتاع اللاندسكيب، تمام. ان شاء الله هحاول ابعت لكم برده كام تمبليت كده كويس اللي احنا شغالين بيهم، بتلاقي فيهم بعض الفاميلي كويسه، بتلاقي فيهم بعض الاعدادات كويسه وهكذا. ان شاء الله بعد اذن مش هنصل لنا هحاول ارفعه على الجروب، تمام. الشغل بقى بتاع البيم
مانجمنت ان انا اعمل الحاجات ديت، ان انا اكون عامل تمبليت كويس واتاكد ان الناس ماشيه على التمبليت الكويس اللي انا عامله. يعني ممكن اكون عامل تمبليت كويس جدا بس الناس مش ماشيه عليه، كل واحد بيمشي بدماغه، كل واحد بيمشي باللي هو شايف صح. نخلي بالنا من النقطه ان ممكن يكون اللي انا عامله كويس مثلا بنسبه 90% واللي التاني عامله بنسبه 100%، بس هو مخالف الناس كلها. لا، احنا لازم نتفق، لو احنا اتفقنا على حاجه 90% احسن ما كل واحد يعمل حاجه بمزاجه. لا، الاحسن ان احنا الواحد الشغل بتاعنا. انا كنا في تدريب عسكري واتقال لنا كده، لو كلنا مثلا عملنا حركه واحده غلط الناس هتعتبر الحركه دي صح. يعني لو كلنا بنعمل لون معين واللون ده مش صح بس كلنا شغالين بيه فده صح، انما لو كل واحد شغل بلون مختلف لا هيطلع شغل كده اي كلام. يعني انا قلت لكم قبل كده ان انا شغال في مشروع فيه 18 مبنى، مظبوط؟ ال 18 مبنى بتشتغل مع كذا شركه، ففي شركه بتعمل لون وشركه بتعمل لون وشركه بتعمل لون، فلا لازم نوحد الشغل كانه شركه واحده اللي هي بتعمل. عشان كده بنعمل حاجه اسمها ستاندرد الناس تبدا تشتغل عليه حتى لو مش شركه. يعني انا مش بكلم او دوله هي العمليه، لا احنا مثلا كشركه بنقول احنا اي حد يشتغل معانا لازم يلتزم بالالوان والشكل دوت. طب لو احنا شركتين وقد بعض، يعني انا بتكلم دلوقتي كشركه وتحتيها كذا سب كونتراكتور او سب كونسلتنت او كذا، فانا بقدر اديهم اوامر. طب لو احنا كلنا في نفس المساواه ما ينفعش ندي بعض اوامر، نقعد نتفق نقول مثلا هنشتغل بكود كذا او هنشتغل بالوان كذا او هنعمل كذا، او في كود معين احنا هنتفق عليه، سواء اشتغلنا بقى بالكود المصري بالكود الجزائري بالكود السعودي بالكود الفرنسي اي كود، المهم ان احنا متفقين عليه. تمام، لازم يكون في اتفاق ان كلنا ارتفاع الخطوط كام. ما ينفعش الاقي غرفه مكتوبه بارتفاع مثلا 2 سم وفي مكان تاني 3 سم، اكيد اكيد انت حاطط دي كبيره لسبب مش حاططها غلط. لا ده انا نسيت، لا مفيش حاجه اسمها نسيت. لازم نوحد الخطوط كلنا، لازم نوحد الالوان كلنا، لازم نوحد الابواب او تسميه الابواب. تخيل واحد مثلا مسمي الباب مثلا دي 1 شرطه جراوند، واحد تاني مسميها لا جراوند شرطه دي 1. تمام، واحد مستخدم فاميلي والتاني مستخدم لنفس الباب فاميلي تانيه، فده كده هيعمل مشاكل كتير جدا. لما تيجي تعمل حصر هتلاقي عندك ده 500 وده 200 ما تعرفش ان هم الاثنين نفس الحاجه. فلازم نوحد الشغل، ولازم البيم مانجر عمال يفتح ويتاكد ان الناس كلها شغاله بالكود اللي هو حاطه. تمام، طيب عندنا حاجات مثلا على سبيل المثال هنا بنظبط الباترن، بنظبط الاشكال دي، لو في حاجه انت مش عاجباك بتشيلها. لو عايز تعمل واحده جديده اللي هي زي كروس كده فبتقول له نيو وتبدا بقى تختار، تقول له انا عايز مثلا كاستم او عايز مثلا تبقى فيه كروس، عايز زاويه 15، عايز المسافه بينهم مثلا 6 و3 بالشكل دوت. تمام، فيبقى انت كده عملت واحده جديده. تمام، طيب ايه تاني؟ هتلاقي عندك الماتيريال اسيت اللي هي شكل الماتيريال، لو انت مثلا بترسم حيطه او حاجه زي كده بيبدا يحط لك الماتيريال اسيت، فتبدا تظبطها في التمبليت بحيث ان اي حد هيشتغل في المشروع يبقى معاه الماتيريال كلنا زي بعض، مفيش حد واخد ماتيريال مختلف عن التاني. فدي القائمه بتاعت الاسيت اديتور، بتبدا بقى تشوف الماتيريال كلها وتبدا تظبط فيها. تمام، الماتيريال اهي، ما ينفعش يبقى واحد مثلا بيستخدم نوع معين من الماتيريال والتاني بيستخدم ماتيريال بشكل تاني او باسم تاني. طيب عندنا مثلا الشيت ايشو، الشيت ايشو اللي هي الباندا او الشيت او اللي هي ديت، اللي انا عارف انها بتختلف من مكان لمكان. شيت اللي هي ديت او الفريم اللي بنحطه جوه الشغل. تمام، فدي برضو بتحكم فيها. طيب عند اللاين ستايل، عند اللاين ستايل يعني اللون الخط دوت السمك بتاعه كام؟ عندي سمك من 1 ل 16، 1 ده رفيع قوي، 16 ده تخين جدا، يعني غالبا ما بتزيدش عن 6، يعني اتخن حاجه بنحطها 6 لان 16 دي تبقى مال الشاشه. اللون بتاعه ايه؟ الباترن بتاعه الخطوط نفسها مثلا خط مسافه نقطه خط مسافه نقطه وهكذا. الحاجات دي كلها في التمبليت بتبقى متظبط مره واحده بس. يعني لو انت عندك تمبليت كويس خلاص بتبدا شغل وانت مستريح، لو انت شغال من غير تمبليت او بتمبليت في مشاكل كل شويه هتدخل تعدل اللون، هتخش تعدل الشكل، هتخش تعدل،
هتضيع وقت كتير جدا، فده مش كويس. تمام، هنلاقي مثلا لاين ويت دي ثابته ما نعدلش فيها، مسؤوله عن الطباعه، ان لما يكون عندي من احنا قلنا من 1 ل 16، لما يكون عندي مثلا واحد وبنطبع مثلا واحد مثلا واحد ل 100 او واحد ل 12 هنشتغل بدول، لو واحد ل 24 هنشتغل بدول بالارقام ديت. دي بتتحكم في الطبعه نفسها لما نيجي نطبع. طيب ايه تاني موجود هنا؟ عندي مثلا اللاين باتر بتبقى بالشكل دوت، عندي مثلا خط مسافه خط مسافه كده بالشكل دوت اديت اهي داش سبيس داش سبيس. لو عايز ازود هاجي هنا اقول له دوت مثلا، واقول له الدوت دي مثلا القيمه بتاعتها كذا، هنا هقول له مثلا ان ده سبيس، هنا هقول له ان ده مثلا كذا، وتبدا تحط الحاجات اللي انت عايزها. تمام، بحيث ان انا ابقى عندي الخطوط ديت، لان في بعض الخطوط بعض الحاجات بتبقى لازم خط وشرطه خط وشرطه عشان تفرق بينها وبين حاجات تانية. عندنا مثلا الكل اوت، كل اوت اوت ده لما مثلا يكون عندي حته حاجه مهمه فبقول له فيو، بقول له كل اوت، ده بيبقى موجود في الفلور بلان ما ينفعش شيت اهو، بقول له مثلا الجزء ده، فلو عملت عليه سيلكت وقلت له جو تو فيو بيبدا يجيب لي الجزء ده من الشغل. يعني خلينا نيجي هنا ونرسم مثلا اي وول، تمام، لما اروح بقى للكول اوت هتلاقي الجزء دوت، انت عمل له زوم اكتر وتقدر تحط التفاصيل اكتر وتقول له مثلا تاج وتبدا تكتب تفاصيل الشغل بتاعك. طيب ايه تاني؟ قائمه مانج، كل ده في التمبليت. التمبليت هو عباره ان انا افتح الملف بلاقي فاضي في الشغل بس الاعداد مظبوطه، بلاقي الفاميلي اللي انا محتاجها، بلاقي انواع الحوائط اللي انا محتاجها، وهكذا. كل واحد حسب التخصص بتاعه بيعمل التمبليت فيه المعلومات. يعني انا لو فتحت تمبليت ام اي بي مش هلاقي فيه فاميلي خاصه بالابواب ولا الشبابيك، هلاقي حاجات خاصه مثلا التكييف، هلاقي حاجات خاصه بالالكتريكال وهكذا. الاليفيشن تاج لو من غير تمبليت بتلاقيه فاضي، هنا بتبدا تحدد النوع بتاعه بحيث ان هو لما تبدا تحطه يديك الشكل اللي انت عايزه. السكشن تاج بيديني برضو العلامه بتاعت السكشن، يعني انا لو حطيت السكشن هنا، هنا بتحكم بقى في شكل العلامه ديت. تمام، شكل الاسهم، السهم نفسه هتقول له مثلا نوع الراب ولا دوت ولا نوع الاسهم اللي انت عايز تشتغل بيها، ويبقى السهم ده مليان ولا فاضي، فيل تاك ولا لا، ولا يبقى مقفول ولا مش مقفول، الزاويه بتاعته 30 ولا قد ايه، التيك سايز مقاسه قد ايه، وهكذا. هنلاقي عندنا تمبريتشر دايمنشن. يعني ايه تمبريتشر دايمنشن؟ يعني انا لما اعمل اي سيلكت على اي حاجه بيبدا يعمل لي دايمنشن مؤقت لثواني، ولو دوست بره يتفي يختفي، ده حاجه مؤقته بس مديني علامه هنا لو دوست عليها يبقى يتحول لحاجه حقيقيه. خلينا نشوف كده في الليفل 1 اتحول لدايمنشن حقيقي وثابت. ماشي، ده اسمه تمبرر دايمنشن. بيتكلم في ايه؟ انت عايز مثلا لو انا بعمله من الوول يبقى من سنتر لاين ولا من الفيس، يعني نص الحيطه ولا الفيس بتاع الحيطه ولا سنتر اوف كور، الحيطه بيبقى فيه كور في النص. تمام، طيب لو انا عندي باب قاطع الدايمنشن ده تاخده من نص الباب ولا من الاوبننج الفتحه بتاعت الباب. يعني خلينا نرسم حاجه كده ونشوفها. لو انا عندي باب بالشكل دوت او حيطه وحطيت فيها جواها باب، تمام، بص لما اعمل سيلكت يبدا يعمل لك الدايمنشن من هنا لهنا. تمام، طب انت عايزه من نص الحيطه ولا من هنا؟ طب لو عملت للباب اعمل لك من نص الباب، فانت ممكن تخلي الاختيار ان هو يعمل لك من الاوبننج هنا ومن الاوبننج هنا حوالين الباب. تمام، بحيث ان ايه يبقى الباب، عرفت انت مقاس الباب كام بالظبط، هنا انا عرفت من نص الباب لهنا كام. لا انا مش عايز كده، انا عايزه من العكس، عايز يجيب من هنا لاول الباب لاخر الباب للحيطه. فهاجي هنا في المانج واقول له تمبرر دايمنشن واقول له انا عايز من الاوبننج، اوكي. ولما تيجي هنا اهو هتشوف اللي تحت دي اللي ظهرت اهي، بقت من هنا لاول الباب لاخر الباب لهنا. لو انت دوست هنا ودوست هنا خلاص دول سبت، ممكن تعمل سيلكت على دوت وتقول له اديت وتخليه يوصل هنا، فكده عمل لي دايمنشن حقيقي. تمام، ديتيل ليفل والاسمبلي كود، دي حاجات بنبدا نعدها بحيث ان هو يدي اختصارات معينه. دي فكره التمبليت، ان اي كان البرنامج اللي انت عايزه فانت بتعمل ملف فاضي بس الاعداد مظبوطه،
لو عندي اوتوكاد بظبط الليارات، بظبط البلوكات، بظبط لو في شيتات موجوده ابدا اظبط الشكل بتاعها. الحاجه اللي انا بتاخد مني وقت وبتبقى ثابته في كل المشاريع ببدا اظبطها. تمام، بتبدا مثلا لو في فاميلي معينه ستير معين ببدا اظبط الاعداد بتاعت الستير، المسافات بتاعته حسب انا شغال. ممكن تكون انت اشتغلت مشروع ولقيت ان الاعدادات اللي موجوده في البرنامج مختلفه عن اللي انت عايزه، فتبدا تعمل الاعدادات بحيث تكون مناسبه للشغل بتاعك. تمام كده، الموضوع واضح؟ تمام. طيب في اي حد عنده اي استفسار؟ باشمهندس سألت على موضوع برضه التمبليت، الموضوع كده واضح؟ التمبليت هو عبارة عن استاذ اتفضل. بالنسبة للتمبليت، يعني بدون يعني بداية المشروع مثلا من جديد، يعني يكون تدخل في مثلا المشروع قديم تزيل هذاك المشروع وتبقى البارامتر يعني تاع البروجي المشروع الأول وتخدم يعني بدون يعني بدون أن تعيد كل تفاصيل المشروع الثاني. ايوه سامحوني ايوه استاذ عمر، ايوه فهمت. سامحني ندخل بس التمبليت ولو جاباري في الريفيت عندنا لو جاباري فاش نستعملو كي ندخلو نديرو نوفو بروجي يخرج لنا لو جاباري. جاباري يكون فيه دي بارامتر سبيسيفيك تاع ان بروجي، راكم معايا كنت موافيه؟ يكون فيه دي بارامتر باينين زعما لي تيب دو مور لي تيب دوفيرتور اي تو. هنا الاستاذ راه يقول لكم بلي كل واحد فيكم يقدر يدير لو غاباري تاعو. حنا كي نخدموا بالبيم نقدروا كل واحد يحدد لو غاباري تاعو وشنو اسمها لي ميم تيب دو مور لي زوفيرتور جو سي با موا، يعني لي ميم ماتيريو اللي نقدروا نرسموا بهم. الناس اللي تخدم بالغوفيت راح تكون على بالها بلي ما تبقاش تبدل زعما، ماشي كل خطا تقول ان نسحق مور ايبيسور تاع جو سي با 30 ولا كل خطا راح نجيبو. كي يكون عندي ميم غاباري غاباري هذا كي نفوت نديفيني خطره في هذاك لو بروجي نبقى نخدم به زعما، قال انا شركه في الجزائر نخدم بهذه سي توجور نلقاه، ندخل هذاك الغاباري نخدم دائما كيف كيف نلقاهم قدامي وتسهل لي. دونك هذا واش يشرح لكم الاستاذ ويقول لكم كيفاش تقدروا ديروا لي غاباري تاعكم وحدكم باش ما تبقاش كل خطره تجيبوا وتضيعوا الوقت. هذا هو الشغل. احنا سمحي لي بالنسبه مثلا في الدي دي، في الدي دي باغزوم تدخل ان بروجي قديم خدمته، يعني اونريجستري هذا البروجي في اسم واحد اخر مثلا، قال مثلا ا نعاود اونريجستريه في بي ونسيبريميه كاع، نحي هذاك البروجي يبقاو لي بارامتر قدم تاع البروجي الاول اكزاكتومون، ونبدا نخدم ونبدا نخدم بهم. شغل ستادير كتقولي لي شغل كاك شغل تحافظ عليه، تحافظ على لي بارامتر هذوك بلا ما تبقى تسوبريمي على شاك فوا ان موديل. تغاردي لي مير، تغاردي لي كوتاسيون، تغاردي باغ اكزومبل مش عارف لاميناجمون داخل، تغاردي كاع الصوالح اللي خدمت به. باغ اكزومبل كي دير ابيتاسيون، ديرو ابيتاسيون، ديرو اوبيتال، ما راحش يكون عندكم لي ميم بارامتر، ما راحش تحقوا لي ميم ماتيريو ولا لي ميم تيب دو مور. كاين اللي تخدم بهم وكاين اللي ما صحيت. كي دير كاباغي تعاودهم من جديد، كي دير تمبليت هذا كل واحد دير له تاعو، تاع لوبيتال تاع المستشفى وحده، تاع ابيتا وحده، وكل واحد وحده تخدم قباله به. فهمتوني؟ هكذا باش تبعوا مليح مع الاستاذ. سامحني استاذ عمر، نورمالمون يعني المفروض شرحت الموضوع. داكور فوز داكور وي تمام، جزاكم الله خير. عائشه وليلى ما مش متساعد ايش الموضوع أوكي. واضح؟ تفضل استاذ. تمام، يعني على سبيل المثال في تمبليت مثلا في 3 دي ماكس عباره عن ايه؟ ان هو ملف فاضي ما فيهوش اي شغل خالص، بس هو مظبط الاناره ومظبط الكاميرا ومظبط الحاجات دي كلها ومنتظر ان هو يحط الشغل. اول ما يحط الشغل يبدا بقى الشغل يبقى مظبوط. فانا بظبط الاعدادات في اي برنامج، بتلاقي في حاجه اسمها التمبليت بتاعت البرنامج دوت. في السكتش اب بتلاقي الملف فاضي خالص، بس هو مظبط بعض الاعدادات الخاصه باليونت، الخاصه بالشمس، الخاصه بكذا، بحيث ان انت تبدا شغل على المشروع بتاعك من غير ما تضيع اي وقت. دي فكره التمبليت. تمام؟ وضحت؟ اوكي. تمام،
تمام، احنا ان شاء الله هنبدا دلوقتي في موضوع مهم جدا. لو احنا هنبدا اي مشروع لازم نبدا بيه. لو بدانا مشروع بدونه المشروع مستحيل ينجح. تمام، حاجه اسمها بيم اكسكيوشن بلان او خطه تنفيذ المشروع. بيم اكسكيوشن بلان، خطه تنفيذ المشروع، عباره عن اتفاق. بيم اكسكيوشن بلان، خطه تنفيذ المشروع. تمام، بيم اكسكيوشن بلان. تمام، كان في مشروع كبير جدا حقيقي، يعني انا دخلت في لما المشروع بقى ايه واقف مش قادر يتحل. مفروض في جهه معينه العميل عايز يتعمل بيم، واتفق مع شركه تعمل له بيم. يبقى انا كده عندي شركه الف العميل، وشركه ب اللي هي الشركه الاستشاريه اللي معاها فريق بيعرف يعمل شغل تصميم بس ما يعرفش يعمل شغل بيم. اتفقوا مع شركه في الهند تعمل لهم شغل البيم، وقالوا لهم هنديكم فلوس لو شغل البيم خلصان. تمام، فحصل مشكله ان الشغل الناس اللي هنود عاملين شغل راحوا للناس قالوا لهم عايزين فلوسنا، قالوا لهم لما ناخد موافقه من العميل. الكلاينت العميل بيقول لا مش هو ده البيم اللي انا عايزه، والشركه بتقول احنا خلصنا شغل البيم مش هنعمل شغل تاني. الناس التانيه بتقول لهم لا اعملوا شويه شغل، يعمل ويودي وما يتمش الموافقه عليه، يعمل ويودي وما يتمش الموافقه عليه. حصل الموضوع ده اكتر من مره، فقالوا لي ايه تعالى وشوف الموضوع. فاول ما انا رحت قلت لهم فين الاي اي ار، فين ايه الاي اي ار، employer information requirement. تمام، employer information requirement هنعملها مع بعض ان شاء الله. عباره عن ايه؟ عن ورقه بعرف العميل عايز ايه. تمام، هنفترض مشروع دلوقتي، حد فيكم الثلاثه هيكون هو الكلاينت. مين فيكم الكلاينت؟ انا. تمام، حد هيكون هو شركه البيم. مين شركة البيم اللي تعمل شغل البيم؟ أنا. تمام، طيب الباشمهندسة عائشة هتبقى معانا كبيم مانجر في المشروع. تمام، موافقة؟ باشمهندسة عائشة، طيب دلوقتي باشمهندس عبد القادر بيقول أنا عايز أعمل مشروع، عايز تعملوا إيه؟ بيم. طب ما هو بيم ده اتفقنا ان في حاجات كتيرة جدا، فايه فيهم اللي انت عايزه؟ باشمهندسة ليلى عملت لك 3D، وبعد كده تقول له حضرتك تقول لي لا مش هو ده اللي انا عايزه، فهي تعمل لك 4D، تقول لها لا مش هو ده اللي انا عايزه، فتعمل لك 5D مش هو ده اللي انا عايزه، 6D مش هو ده اللي انا عايزه، وحضرتك بتفكر اصلا في الفيرشوال رياليتي، يعني انت مش كل ده اللي هي عماله تعمل فيه جهد وتعمله انت مش عايزه، انت عايز حاجه ثانيه خالص. بس احنا مش قادرين نتفق ايه اللي احنا عايزينه وايه اللي احنا مش عايزينه. وانت فاكر مثلا انا عايز بيم، فكذا شركه تقدمت، الشركه بتاعت الباشمهندسه عائشه، وشركه بتاعت الباشمهندسه لبنى، وشركه بتاعت الباشمهندسه ليلى. واحد قال لك 1000، واحد قال لك 2000، واحد قال لك 3000. جميل؟ الباشمهندسه ليلى السعر بتاعها كان اقل سعر، قالت لك 1000، فانت اتفقت معاها. بس هي كانت عامله حسابها تعمل لك شغل قليل بالفلوس ديت، تعمل لك مثلا 3D بس. بينما الباشمهندس عائشة كانت بتعمل لك فلوس. هي كانت عامله حسابها عايزه توفر، فقالت انا هعمل حاجات معينه وفي حاجات ثانيه مش هعملها. مثلا مش هعمل التسليح، مش هعمل اللو دي 400، انا الليزر سكان مش معايا، بس احنا مش متفقين، فهتحصل مشاكل كتيره. وممكن في اخر المشروع تلاقي لا مش هو ده اللي انا عايزه، مش هدفع فلوس، وده انا شفتها كتير جدا. القصه اللي انا بحكيها لما انا رحت قلت لهم فين الاي اي ار؟ قالوا ما فيش اي اي ار. قلت لهم مستحيل مشروع يخلص من غير الاي اي ار. هنشوفه مع بعض ايه هو الاي اي ار، يعني قبل ما نتكلم عن البيم اكسكيوشن بلان لازم نتكلم عن حاجه اسمها الاي اي ار، ونشوفه بيتعمل ازاي ونعمله مع بعض. وده هيبقى الواجب بتاعنا، ان احنا كل واحد فينا يتخيل ان هو بيعمل الاي اي ار. تمام، الاي اي ار عباره عن ايه؟ المالك عايز ايه؟ المالك عايز ايه؟ اصل انا جاي مش عايز اعمل اللي انا عايزه، انا عايز اعمل اللي الملك عايزه. اقدر انا رحت عملت مثلا الملك اداني قطعه ارض وانا عملت فيها قصر كبير وحاجات حلوه قوي،
بينما المالك كان عايز يعمل بيوت بسيطه خالص للفقراء او يعمل مستشفى، فاكيد مش هيدفع الفلوس واكيد مش هيبقى موافق واكيد المشروع مش هيتم. دي الفكره. وضحت الموضوع؟ واضح. ممكن تعيد؟ خطه تنفيذ البيم هي عباره عن عقد او اتفاق بنوضح فيه ايه الحاجات اللي هتتم وهتتم امتى. لو ما فيش اي اي ار وما فيش بيم اكستيوشن بلان المشروع مش هيتم. الاي اي ار هو عباره عن ايه اللي الملك عايزه، بس ايه الملك عايز ايه. البيم اكستيوشن بلان بحط فيها كل الملك عايزه وازاي هحققه وازاي هعمله، هاو اي كان ميك ات. تمام. يعني هنشوف مع بعض نعمل ازاي الاي اي ار، وبعد كده نشوف مع بعض ازاي نعمل البيم اكستيوشن بلان. طيب خلينا نشوف كده موضوع الاي اي ار. بسم الله الرحمن الرحيم. اي اي ار، اي اي ار. فانا لما رحت شركه وقالوا لي لا ده احنا ما عندناش ومش عارفين وكده، فقلت لهم اول خطوه عشان نبدا لازم نعمل اي اي ار، لازم نقعد ونشوف ايه الحاجات اللي متطلبه مننا وايه الحاجات اللي احنا هنعملها وما نعملش اكتر ولا اقل. يعني انا مش عايز اعمل اكتر بخطوه، انا عايز اعمل اللي هو عايزه بس. لو عملت اي خطوه اكتر دي بنسميها جولدن بليت، يعني طبق ذهبي، بديك طبق هديه من ذهب، وقد تكون انت ما تحبوش، قد تكون انت ما تحبش تاكل في طبق ذهب. عملت لك انا يعني واحد مثلا قال لي اعمل لي فيلا، فانا هديه من عندي عملت له حمام سباحه كبير، وهو مش عايز حمام سباحه وما بيحبوش. تمام. وانا فرضت عليه او عملت له طقم مذهب وهو ما بيحبوش، او عملت له مطبخ امريكي عملت له هديه احنا مش متفقين عليها، فده مش حاجه كويسه. ان انا اعمل لك خدمه احنا مش متفقين عليها ده حاجه غلط، دي حاجه ممكن تكون انت مش موافق عليها. تمام. فانا لازم اقعد معاهم. فاول حاجه عملناها ان احنا عملنا الاي اي ار، وبعد كده عملنا البيم اكستيشن بلان بحيث ان احنا نكون متفقين على كل الحاجات ديت. تمام. طيب تعال نشوف كيس ستادي انا اللي عاملها اي اي ار. هنشوف امثله كتيره لحاجات كتيره يعني. تمام. دي مثلا فيلا، فانا بقعد مع الملك دلوقتي، الباشمهندسه ليلى هتقعد مع الباشمهندس عبد القادر وتقول له انت عايز ايه، ايه الحاجات اللي انت عايزها. تمام. في حاجات كتيره جدا هنبدا نشوفها مع بعض. مثلا على سبيل المثال انت عايز تعمل ايه؟ مثلا الباشمهندس عبد القادر هيقول انا عايز اعمل فيلا وفيها حمام سباحه ومتكونه من دورين وفيها بنت هاوس وفي اسانسير او اليفيتور او ليفت في قلب الفيلا ديت وفيها 4 باث روم. جميل كده؟ طيب وعندي شرط ان تتعمل ببرامج معينه. الو؟ تمام. وعايزك توصل لي. الو؟ انا اسمع فيك يا مشا. تمام. انا عايز مثلا الكود اللي تشتغلوا بيه اللي هو مثلا بي اس 1092 الجزء الثاني مثلا، وانا عايز اشتغل بالبي اس 8534، اسامي اكواد ممكن تشتغل بيها. ممكن تقول ايه؟ انا عايز الاجهزه كلها ورك ستيشن، الاجهزه دي قويه جدا، اقوى اجهزه ممكن نشتغل بيها في البيم اللي هي الورك ستيشن. طب بعد كده الجيمر اللي هي الالعاب، بعديها اللي اقل منها البيرسون كمبيوتر بي سي، الكمبيوترات العاديه. فانت بتقول لا انا مش اللي هيشتغل معايا ورك ستيشن لان المشروع كبير، او انا عايز كل الناس اللي تشتغل معايا تكون برامج اصليه، ما حدش يشتغل ببرامج مش اصليه. تمام. فكل الحاجات دي بتبقى لازم تكون موجوده في البيم في الاي اي ار. ايه الحاجات اللي انت عايزها؟ خلاص تمام. تعالى نمسح الحاجه الثانيه. اي دي في حاجه تفاصيل اكتر اهو. تمام. ركزوا معايا عشان هنبدا نعمل حاجه مع بعض كده. نتخيل ان احنا بنطلب مشروع والبشمهندسه ليلى هتبدا تتفق مع الباشمهندس عبد القادر ايه الحاجات اللي هو عايزها. لو زود في الحاجات هنزود في الفلوس. يعني لو هو قال لا ده انا عندي شرط ان الناس كلها تبقى شغاله عندي في الموقع مش شغاله في البلد، يعني احنا مثلا ايه المشروع انتوا في الجزائر وخدتوا مشروع في قطر، فيقول لك انا شرط تسفر كل الناس من الجزائر لقطر فهتطلب فلوس اكتر. تمام. دي الفكره. طيب
الحاجات عشان ننظمها بنقسمها لحاجات تكنيكال وحاجات مانجمنت وحاجات كوميرشال. تمام، الكوميرشال دي عباره عن ايه؟ عباره عن هتسلم لي الحاجات دي امتى؟ تمام؟ انا مش هستلم من حاجات مره واحده، استلم على 3 4 مرات، اديني تواريخ للتسليمات. تمام؟ طيب خلينا نبص كده. اول حاجه هنتفق على نوع المشروع. المشروع عباره عن مبنى فندق، ويكون في مثلا حمام سباحه، هيكون مساحته قد كذا، كام دور، ويقعد مثلا 10 سنين. هو حسب الفيدك والاكواد وكده، انت بتضمن المبنى اللي بتبنيه 10 سنين. تمام؟ طيب السكوب بتاعك هتكون انت مثلا مسؤول عن البيم وعن التكنيكال، وانت اللي تعمل الحاجات دي كلها. طيب الحاجات التكنيكال، البرامج اللي انت تشتغل عليها، ممكن مثلا هنشترط شرط ان انا في اي لحظه اقدر اشوف المشروع في اونلاين. يعني انا مش هستنى تقول لي تجيب لي حاجه كل اسبوع، انا عايز يوم بيوم اللي انتوا عملتوه ابدا اشوفه عشان اتاكد ان انتوا بتطوروا الشغل. فممكن ايوه ده فعلا في مشروع حقيقي انا اشتغلته، مشروع فعلا العاده كانت كده ان الاونر يشوف شغل يوم بيوم اونلاين. فشفنا حاجه كانت رخيصه اسمها بيم تراك، كنا بنرفع شغل يوم بيوم ويحط الملحوظات بتاعته، وبيقول لك انا عايز في اخر المشروع. النقطه دي مهمه جدا، النقطه دي مهمه جدا، وفي ناس راحت المحاكم بسببها، وناس دفعت ملايين بسبب النقطه دي. اديني الناتيف فايل. يعني ايه الناتيف فايل؟ يعني الملف الاصلي. يعني ايه؟ انا بقول لك اعمل الشغل وانا الاونر، باشمهندس عبد القادر بيقول للبشمهندسه ليلى اديني الملف الاصلي اللي انت عملت بيه الشغل، بحيث لو انا عايز حد تاني يكمل شغل اقدر اديه لاي حد. لو مش مكتوب في العقد، هو لو اداني الاوتوكاد واداني البي دي اف كويس، بس بالاوتوكاد والبي دي اف انا هاخد جهد كبير جدا عشان اعمل ملف الريفت. يعني ممكن ادفع الفلوس مره كمان عشان اعمل ملف الريفت. فانا لازم اتفق معاه، اديني الناتيف فايل، اديني الاوتوكاد، اديني الاي اف سي، اديني الكوبي. تمام؟ الكوبي ده ملف خاص باداره المبنى، يعني بعد ما خلصنا شغل المبنى يتم الاداره بتاعته. تمام؟ طيب الكوردينيشن، هنبتدي هنعمل الكوردينيشن ده كل اسبوعين. استاذ ايوه استاذ، سؤال برك، في فايل فورما هذاك دي دبليو جي ولا اي اف سي، شكون اللي يخدموا به في البيم؟ شكون فيهم اللي تمام؟ هي الفكره كلها ان انا الملف الشغل بتاعي لازم ببعته للناس في الموقع. الناس في الموقع ممكن ما يكونوش بيشتغلوا ريفت، فانا بعمل اكسبورت من شغل الريفت لبي دي اف ودي دبليو جي عشان الناس تقدر تقراهم او تطبعهم. يعني انا كل شغل ما بقاش فيه اوتوكاد ولا بيبقى فيه بي دي اف، بس الاطراف الاخرى بتقول لا انا عايز اوتوكاد وبي دي اف عشان اعرف اقراه، فانا بعمل له اكسبورت من الريفت، وبيبقى امر واحد بس، يعني مجرد ان انا اجي هنا واقول له فايل واقول له اكسبورت، يروح مصدر لي المشروع كله مره واحده لبي دي اف و ودي دبليو جي اوتوكاد. طيب بستخدم الاي اف سي في ايه؟ طيب بستخدم الاي اف سي في ايه؟ الاي اف سي بستخدمه عشان اعمل اشتغل على اكثر من برنامج. يعني ممكن الشغل دوت انا عملته على الريفت ابعته لحد تاني شغال بالاركيكاد يقدر يقراه ويقدر يكمل عليه. تمام؟ فانا بعمل اكسبورت كاد دي دبليو جي وراح معلم على كل الملفات يتم التصدير بتاعهم مره واحده. تمام؟ كل دول شيك اوكي تمام يروح مصدره مره واحده. انا مش بعمل بهم شغل، يعني انا مش بفتحهم واشتغل عليهم، انا باخدهم كده مره واحده وابعتهم للكلاينت او ابعتهم ل عشان اخد التصريح او الموافقه. احنا هنا مثلا عندنا اسمها البلديه، ما اعرفش في الجزائر بيبقى اسمها ايه، بس في جهه بتبقى مسؤوله عن مراجعه اللوح وتاكد انها سليمه. تمام؟ طيب هنعمل الكوردينيشن كل قد ايه؟ يعني ممكن نتفق ان احنا نعمل الكوردينيشن كل اسبوع او مرتين في الاسبوع، او لو المشروع مدته طويله مره كل اسبوعين. طيب عندي حاجه اسمها ليفل اوف ديفلوبمنت، اللي هي انا بشتغل وبطور الموديل كل شويه، ما بقولش ايه انا هخلص شغل خالص مره واحده. لا، في اول مره بعمل حاجه فكره كده بسيطه من غير مقاسات ووريها للمالك اشوف هو موافق على دي ولا لا. يعني ممكن مثلا اكون بعمل مسجد
وبعد ما خلصت خالص يقول لي لا انا مش عايز اي اعمده، نو كلهم ان ذا مسجد. فابدا ايه اراجع شغل ثاني، لا انا بعمل شكل بسيط، لو وافق ابدا احط شويه تفاصيل اكتر، وافق احط تفاصيل اكتر. وفي كود اسمه لود فورم اللي احنا شيرناه المره اللي فاتت، يبقى فيه تفاصيل عشان نعرف احنا هل احنا عاملين التفاصيل مظبوطه ولا لا. تمام. ممكن بس مثلا المهندس عبد القادر يقول لا انا عايزك تدرب الناس بتوعي، يعني عايزك تيجي تدي كورس تدرب الناس. طب انت عايز الكورس دوت يتدربوا ان هم يعملوا الشغل بنفسهم، ولا مجرد ان هم يشوفوا الملفات ويقدروا يفتحوها؟ يعني ممكن الكورس يبقى مثلا 20 ساعه بدربهم ان هم ازاي يشتغلوا وازاي يعملوا شغل وازاي يطلعوا منتج، او هو يوم واحد هعرفهم لو انا بعت لهم الملفات ازاي يفتحوها وازاي يشوفوها. انا قبل كده مثلا اديت كورس كان عباره عن تقريبا 5 ساعات، مجرد بس بشرح له لما ابعت لك الملفات هتفتحها ازاي وتراجع ازاي وتتاكد ان مفيش كلاشات ازاي. تمام. طيب تعالى بقى نخش على الجزء بتاع المانجمنت. يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع التكنيكال. تمام. اول حاجه التكنيكال، هندخل بقى على المانجمنت. المانجمنت اهم حاجه بالنسبه لي، ايه الاكواد اللي هنشتغل بيها؟ تمام. تبدا تكتب الكود، تقول لي انا هشتغل بالكود الامريكي، بالكود البريطاني، بالكود السنغافوري، زي ما انت عايز. تبدا تكتب الاكواد اللي هنشتغل بيها، بحيث لو اختلفنا نبدا نبص في الاكواد دي بتقول ايه. تمام. طيب الستوك هولدر، الستوك هولدر بقول مين او مين اللي شغال في المشروع وايه مسؤولياته وايه الحاجات اللي المفروض يعملها. فبنقول ايه، احنا هيبقى في واحد مسؤول عن عرض المعلومات، وواحد مسؤول عن البيم مانجر. مش بنحط اسامي الاي اي ار، مش بنحط اسامي. ليه؟ انا والله لسه متفق ان احنا هيبقى في واحد مدير المشروع، واحد للليد ديزاين، واحد للبيم مانجر. انا عايز في المشروع ده 20 واحد يشتغلوا في المشروع، بس مش بحدد اسمائهم. ليه؟ انا لسه اصلا ما اتفقتش مع الشركه، ممكن ما اتفقش مع الشركه دي. فاحنا بنحط بس ايه الحاجات. في حاجه واحد مثلا اسمه انترفيس مانجر، ده المسؤول ان هو يعرض الشغل على الكلاينت وياخد المعلومات ويقولها للناس اللي هنا. طيب في حاجات خاصه مثلا ب السكيورتي، عايزين نتاكد ان مفيش حد هيقدر ياخد الملفات دي، او الملفات دي ما تبقاش موجوده عند حد او كده. في حاجات خاصه بالسيفتي، عايزين نتاكد ان اقل الاضرار هتبقى موجوده وهكذا. طيب الكوميرشال بنتفق بقى الوقت، ممكن نقول له ايه، احنا هنقسم لك المشروع لست مراحل. الست مراحل دول اللي موجودين في الار اي بي اي، في مرحله لسه بنفكر ديزاين بريف، في مرحله كونسبت، في مرحله ديزاين ديفلوبمنت، مرحله ثانيه البرودكشن انفورميشن، في مرحله ثانيه للكونستراكشن، في مرحله ثانيه للبوست، وهكذا. نبدا نشوف المراحل بتاعت الشغل بتاعتنا. تمام. طيب الكلاينت عايز ايه؟ ممكن الكلاينت يقول لك مثلا انا عايز البيم ليفل 2، يعني كل الشغل يبقى مظبوط ومعمول على البيم، ويكون كل حاجه في الملفات بتاعتها مظبطه، وتطلع لي ملفات كوبي، وتعمل حاجه اسمها كي بي اي. ايه الكي بي اي دي؟ كي بيرفورم انديكيتور، يعني قياس معدلات الاداء. يعني كل اسبوع كده تقول لي احنا عندنا كام ايرور، والمره اللي فاتت كان كام، فاحنا اتحسنا المقدار قد ايه. كل مره، كل اجتماع لازم تقول لي احنا المره اللي فاتت كنا فين وبقينا فين، ايه صلحنا، عندنا مشاكل حليناها ما حليناهاش، الحاجات دي كلها. تمام. طيب كده فهمنا فكره الكي بي اي. الو، كده فهمنا فكره الاي اي ار. الو الو، نعم استاذ. ايوه، عايزين دلوقتي بقى نحاول مثلا ايه نتفق على الاي اي ار بين حضرتك وبين باشمهندسه ليلى وباشمهندس عائشه. نبدا نشوف ايه، حتى لو هتتكلم بالفرنساوي مفيش مشكله. تمام. 5 دقايق كده نتكلم ونشوف ايه الحاجات اللي انت ممكن توافق عليها، ممكن ما توافقش عليها. انت دلوقتي المالك، حط شروط بتاعتك وهم بيقول لك اه او لا، او يبدا الكلام معاك. مش لازم بالعربي، لو الفرنساوي اسهل الكلام بالفرنساوي، وانا هحاول افهم. اوكي. اتفضل يا باشمهندس. او حضرتك اتفضلي، قولي الحاجات اللي انت عايزاها وهو يبدا يتناقش معاك فيها.
بس هو اللي الكليون Exactement. ouais Enfin, oui le traduit. client donc Abdel genre Kader, هو tu اللي as tu es le client. Tu es le client. OK Ou Leïla, je suis tu comptes on a chef le de le BIM, c'est ça. oui Et il y a وعائشة ما سمعتش ما كنتش حاضرة واش كان مودلر نورمالمون مودلر أو ولا إيه مانجر ماناجر مانجر بعد ما شرح لكم الأستاذ يعني كشو نديرو تاع الأدوار كل واحد يدي الدور تاعو كليون إيه واللي الكليون ده واش يخدم بالبيم فوالا وشنو واش تحوس وشنو لي كونديسيون اللي تقدمهم واش راك حاب انت لو بروجي تاعك يكون فيه على حسب واش قال لكم الأستاذ ايه تفضل وهي تجاوبك و ليلى وعائشة سيجاوبوك على حسب النقاط اللي تكلم عليهم الأستاذ من الاول ولا غير ال لا لا هنا كي بدا يحكي لكم كي قال لك باللي انت لو رول تاعك سي لو كليون من هذيك النقطة وراح واش كان يشرح لكم دوكا إلا عندك كاش مشكلة ما فهمتش كاش حاجة قول النقطة هذيك ونسيو نعاودو نشرحوها ولا الأستاذ يعاود يشرحها لك ما كاش مشكل المهم تكون متبع لبنى هي دو نعم بريفيرونس جو بريفير يعاود يطلع شويه في الداتا في الباوربوينت تاعو اها اي اونسوي اون باراليل فهمتيني فهمتك استاذ عمر بريفيرونس لو سمحت طلع لهم شويه جوستومون الشرح لا شويه فوق عشان شاف مع يتابعوا صح اوكي هكا ديفوت وهكا هكا اوكي فوالا يلا تفضلوا خلاص دونك واسمو الراجل هذا لو معايا بك لبنى نسيت بك عبد لبنى القادر مسيو عبد عبد القادر القادر دونك عبد القادر قول لي وشنو هو لو تيب دو بروجي اللي راك ناويت تبليم نوع المشروع اللي راح تقوم به نوع المشروع فوالا بون انا بغيت نخدم اوبيتال مستشفى 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 دونك دونك سا سخا بالغيفيت نورمالمون ايه المستشفى يعني هنا نعطي له قال لي الديتاي نعطي له قال لي الديتاي تاع لوبيتال هذا تاع المستشفى هذا بال صافي دير عدد الطوابق سأل الأستاذ أستاذ عمر يعطي لها كل تفاصيل يحكي لها كل تفاصيل تاع المشروع ولا يعني كيفاش كل يقدمه اللي هو عايزه كل اللي هو عايزه أوكي تمام لو هو عايز مثلا اربع ادوار لو هو عايز مثلا كلها مثلا فيها كم غرفة عمليات تمام تكون مثلا فيها شمس مثلا طول اليوم كل المواصفات اللي انت حاببها في المشروع اللي لو ما اتعملتش حضرتك هترفض المشروع ومش هتقبله C'est-à-dire les conditions اللي تحبهم يكونوا شحال من ايتاج وشنو تكون كوتي تكون في اكليري شحال من كيفاش يقولها بلوك اوبيراتوار اكسيتيرا تقدم لها كامل لي ديتاي هادو داكور كيما ان كليون كي يجي عندنا البيرو ديتود او طونك اركيتيكت يقول لك انا راني حاب تكون عندي دار ولا نحب ندير مستشفى ولا ونحب يكون عندي هذه وهذه شحال من غرفه شحال من طابق الى اخره تعطي لها كامل التفاصيل وهي تستقبل من عندك من فضلك أستاذ لو كنت تقدر لو تقدر تشرح لهم أكثر نظن كانوا ضايعين شوية ما كانوش حاطين ما كانوش متابعين تمام انا هشرح تاني طيب انا لا لسه نو ما مبدأ. كانوا لبنى أنا كيما كنا متابعين اوكي جو لا انا دي انا مالا بارلي فهمتيني لو كان سقسيتو مو جو سوي لا صح راني نروح ندي سقسو نسي نحاول ندخل معاكم باش لي بوان اللي ما استاذ فهمتوش نسقسي تفضلوا لا استاذ انا بغيتك صافي دير الشرح يكون دي شيما هكا باش حوس مخططات يعني كان حب كان يفضل لو كان الشرح عن طريق مخططات باش بوكو بليس انسان يفهمها ايوه احنا هنبدا نشرح تاني ولسه الباوربوينت ما شغلناهوش كل حاجه بس انا عايز الناس بس ايه تبدا تفترض الحاجه ديت نبدا نفترض مثلا ان انا معايا شغل بيم وهبدا اسال الراجل هعمل شغل ازاي فيبقى في حوار بس كده لمده 5 دقائق نبدا نشوف ممارسه وبعد كده هنبدا نشرح تاني وبعد كده نشوف ورق تاني وهكذا اكتر من مشروع تاني بس اوكي 5 دقائق بس كده شوفوا الموضوع وانا معاكم
دونك صافي عبد القادر، انت لازم تقولها واش راك حاب، اعطي لها كيلكونك، ماشي شرط تكون حاجه صح لك حتمدها يعني 100%، اعطي هكا دي كونديسيون. ليلى وعائشه لازم يجاوبوك شغل كي يستقبلوا لي كليون، وشنو هما واش راح يسالوه بارابور لو بروجي هذا ايتو. ومن بعد الاستاذ راح يشرح لكم، راح يقدم لكم تفاصيل، هو حاب يعرف برك التفكير تاعكم وين راه بالضبط، كي يكون عندكم ان ديالوج هكا، فهمتوني؟ اوكي ما تخافوش، معليش ماشي معليش تغلطوا عادي يعني، برك شوف برك وراكم تخمو. صح، بسم الله. انا باغي سافيدي نبني مستشفى. المستشفى هذا يتكون من 5 طوار، فهمتني؟ فيه بلوك اوبيراتوار، كاين فيه بلوك تاع الاسعاف، فيه الادمنستراسيون، اداره، فيه كذلك نقول قسم وين كان الاشعه، وين يديروا الاشعه تاعهم، بلوك وين كان تاع بلوك داناليز، زاناليز وين يديروا التحاليل، صح، بيان سور، ان سال داتونت بور فام اي اون. عندنا بلوك خاص بلوك الكتروجين، وين كان جروب الكتروجين ايتو، سي سا، وين كان بوست، كيسافي دير البوست بوليس. قول لي برك البروجي تاعك كيفاش راك حاب ديرو، 3D 4D 5D، واش راك حاب او جوست في البروجي تاعك؟ انا نحوس البروجي تاعي يكون فيه كاع 3D 4D 5D 6D 6D، يعني 7D تدخل فيه المانجر، صافي يدخل في إدارة المشروع، اوكي، ما هذيك من بعد. اوكي داكور. عائشة راني نسمع في صوتك بعيد شوية، حاولي تعلي الصوت يا تقربي الميكرو، مانيش ماشي واضح بزاف. مانيش نسمع فيها كاع انا لبنان، راني نسمعها هكذا خيال، زيدي برك علي الصوت شوية ولا قربي لك الميكرو ولا البيسي تاعك، حاولي. جو كرو با راهي تسمعنا، سينو كتبي لنا، لما كاش تسمعي كتبي لنا على الاقل باش نعرفوا بلي راكي تتابعي معنا. تمام، باش نسالي لك شوفوا ايه الحاجات اللي انت عايزاها، زيدي له دوتر كيستيون. خلاص دوك هذيك جوست نبروغرامي ام لوجيسيال اللي حنخدم به انا بو مو اوكي، دونك حنروحو فيغ الريفيت et Navis works pour le, la 4D تاعو باش نديرو على حساب الاخر. بون pour la 5D pour le, en même temps تاع موني تاع دراهم، جي با ديدي على ان لوجيسيال، ما عنديش فكره على لوجيسيال باسكو جامي خدمت به. ولا لوجيسيال سي سوفتوير بالانجلي، ولا برنامج باش يتابع الاستاذ. سوفتوير، اوكي. دونك نتفاهموا على دوكاتيك، ندخلوا ليتاب تاع تكنيك، سي صا. دوكا اللي ندخلوا في ليتاب تاع تكنيك تاعنا، واش صافي دير ليتاب تكنيك تاع تما دوكاتيك، نشوفوا ال او دي هذيك، اللود هذيك شحال راه يسحق يكون في البروجي تاعو اي تو، نورمالمون سي صا. استاذ عمر قادر قول لي جو نيفو ديتاي تاعك واش راك تحق جوست؟ ايوا فهمت، انا نحوس لي ديتاي ديال الاستاذ يكونوا كاع كاملين. ها تما بروجي كومبلي، لي بروجي كومبلي، واه تما بالباك قاعدتك. اوكي راه سهلها عليك، قال لك ندي كل حاجه عليك تما. خلاص عبد القادر حب المشروع كامل. اوكي
معناها انا حوس على المشروع كامل يعني، حضرتك تقدر تخدميني بارتي ومن بعدها نعاود البارتي الاخرى ندير صافي ندير عقد مع واحد اخر ونصرف الدراهم بزاف، تستاذن غادي نخلصك الديون ونزيد نتعاقد مع واحد اخر ثاني نعطي له الدراهم، لما عاود نتعاقد معك انت تكملي معايا المشروع. ما انت في رايك واحد يكفي باش ما واحد يكفي باسكو في تحدث مشاكل، نهار اللي تخدم مع واحد هكا بارتي تعامل معاه كيما تخلصوا ومن بعد يقول لك انا نوصل لك غير هذاك النيفو وما نزيدش، عاود ثاني خلص دراهم ندي دروك عامل الوقت صافي نقعد وقت هكا نص ديجا راه يكون يمشي الوقت معاها نكمل معاها نخلصها ومن بعد نعاود ثاني نروح لواحد اخر ونقول له كمل لي، استادير انا غادي يكون عندك وقت بزاف كيما غادي نخسر وقت بزاف. جوستومون عبد القادر قول لي دوكا ديك شحال في ليكيب شحال ماذا بيك يكونوا دي بيم ماناجور شحال تحب يكونوا دي مودلور اي تو، واسكو جوغ من عندك ولا من عندنا ولا سي سا نورمالمون شحال من واحد راح يشترك في العمل هذا هذا البروجي؟ انا الخدامه نخليهم لك انت، استادير اليد العامله ترجع لك انت، انا ليسونسيال البروجي تاعي يجي دروك انا شكون اللي غادي يخلص هذو الخدام غادي تخلصيهم انت، انا نعطي لك الدراهم انت تخلصيهم من دراهم ما فوالا. استاذ عمر متابع معنا ولا ايوه انا متابع معاكم اوكي تمام. طيب في حاجه هتظهر معنا دلوقتي، باشمهندس عبد القادر بيقول انا عايز 3 دي و 4 دي و 5 دي و 6 دي و 7 دي تمام. المشروع كامل يعني جميل صح، ده كويس بس لو انت عملت 3 دي بس هدفعك 1000، لو 4 دي هدفعك 2000، فبدل هتدفع مبلغ كبير قوي، فانت لازم حضرتك تشوف اني الحاجات اللي انت عايزها والحاجات اللي مش عايزها. لو عايز تدفع كله ده احسن لي انا مش خسران حاجه، انما لو في حاجه انت مش شايفها يعني حقيقي ممكن مثلا تقول ايه انا عايز ال 3 دي او ال 3 دي ما ينفعش تقول انا عايزه او مش عايزه، ال 3 دي اجباري لازم 3 دي، ال 4 دي اللي هو الزمن ممكن تقول لا انا مش عايز ال 4 دي مش عايز اشوف المبنى هو بيتبني، ال 5 دي التكلفه عايز تشوفها ولا لا. استاذ عمر ايوه على جوستومون على ال 4 دي 5 دي يعني مش اساسيين يعني كيفاش يقولوا اكسترا مع بس في نقطه صح انا حاوس يعني الوقت يكون وجيز يعني انا متقلق بان نبني هذا المستشفى يعني في اقرب الاجل معناها دون لي بريف جوستو مونشال تايمينغ تايمينغ ان اني داكور هنايا كي نقول لك نعطي لك الوقت ثم تستدير اسكو تكثري خدامات ديري تقلي الخدامه على حسابك انت باش تخرجي في الوسم وما تخرجيش فاهم. تما هنا باينه بلي ايكيب كبيره هذه هنايا كي عندك الفور دي لقلك ايكيب تكون كبيره يعني عدد العمال هنايا يكونوا يعني بزاف. داكور دو توت فاصون الفور دي والفايف دي لازم حتى من تكون كملت الخدمه تاع 3 دي نورمالمون تاع 3D و 3D رانا غادي نتلاقى ونديروا داك شغل اجتماعات هكا ونعاود نزيدوا صافي نشوفوا الصوالح اللي استدير ما يوالموش نغيروهم كامل فيها يعني تك ان شاء الله كولابوراسيون هذه هي. تمام طيب انا هبدا اكمل، انا عايز ابعت لكم الملفات ديت تمام. طيب هحاول ابعت لكم الملفات دي على الفيس بحيث تبقى معاكم تمام، وتعملوا زيها في اي مشروع تخيلي يعني انا مثلا بتخيل ان انا مثلا اعمل مشروع فيلا مثلا تمام. طيب باشمهندس عبد القادر اختار مستشفى مظبوط؟ اها المستشفى حاله خاصه لازم نركز فيها على الاستدامه. ليه؟ لان فيها مرضى فاي غلط ممكن يسبب لهم تضاعفات تمام، في
في مرض اسمه مرض المحاربين القدماء، لو حد مثلا قاعد على تحت تكييف معين بشكل طويل لان هو مريض ما بيقومش من على السرير ممكن يجيله امراض. ففي انتقال امراض لو حد عنده فيروس ممكن ينتقل من غرفه لغرفه من خلال تكييف الهواء، فلازم تكييف الهواء يكون فيه فلاتر حراريه او فلاتر عاديه تمنع انتقال الفيروسات والبكتيريا والحاجات دي. فالمستشفى ما ينفعش ما ناخدش فيها الاستدامه، تمام، اللي هو السكس دي، ولا ينفع ما ناخدش فيها الفاسيلتي مانجمنت. ليه الفاسيلتي مانجمنت؟ بقدر اراقب كل حاجه في كل غرفه في ساعتها، فلو في نقص في الضغط او في الهواء او في الرطوبه في غرف العمليات ينبهني ليها، تمام. فمهم جدا موضوع البيم والفاسيلتي مانجمنت والاستدامه في موضوع المستشفيات. ممكن في الفنادق يعني نهمل الحاجات دي، بتبقى اختياريه، انما المستشفيات ما فيش فيها حاجه اختياريه خالص، تمام. طيب كويس جدا ان انتوا فهمتوا الموضوع. انا معنى المستشفى يعني ما يعني تجهيز حساس جدا مقارنه بمثلا فندق ولا سكنة، مقارنة بفندق، مقارنة بمبنى تجاري، مقارنة بمباني سكنية، مقارنة بأي حاجة هي ليها التعامل خاص. بعديها يعني المدارس لأنه هو تجهيز صحي يعني خاص بالصحة، والإنسان إذا يعني أصيب يعني في الصحة يعني تشرف الصحة معناها حاجة يعني وحشة كما نقول. بيبقى الانسان ضعيف، فلازم يبقى فيه عنايه ولازم يبقى فيه هواء نظيف يتنفسه وهكذا. ففي من ضمن الحاجات بتاعت الاستدامه اللي هي جوده الهواء الداخلي، اندور كواليتي، دي من الحاجات الكويسه جدا اللي لازم تدرس. في البيوت ممكن بتقل شويه الاهميه، انما في المستشفيات مهمه جدا. على فكره احنا بنقعد 90% من الوقت بتاعنا جوه منازل، سواء بيوت او شغل او حاجات زي كده. ف 90% دول لو المكان وحش ممكن يسبب امراض، لو المكان كويس الانسان هيبقى كويس. تمام. طيب احنا دلوقتي مين اللي بيعمل اي اي ار؟ اللي بيعمل الاي اي ار غالبا المالك، يعني هو لسه بيفكر يعمل مشروع مع حد بيقول له الحاجات دي اللي احنا عايزينها. فبيقول يا اخوانا انا عندي الاي اي ار، واللي عايز يعمل شغل معايا لازم التزم بالاي اي ار ديت. يعني اللي بيعمل الاي اي ار غالبا بيكون المالك، بيروح حاطط كده بيعمل زي مناقصه اللي هيقدر يعمل لي الاي اي ار ديت، والناس بتبدا تبعت اوفر وهو بيبدا يشوف مين اللي هيقدر يشتغل معاه. تمام. او هو مش قادر يعمل الاي اي ار، ما عندوش حد يعمل الاي اي ار، فحد من اللي هو هيعمل شغل بيقول له ايه، طب انا هقعد معاك اشوف المشروع فعلا هيبقى كويس ولا لا، ما ممكن نتفق وفي الاخر نكتشف ان الفلوس قليله. معناها استاذ، معناها هنا عنده حلين، يا اما المالك يشهر هذا المشروع، معناها يجي مقاولات صح، وتكون هناك مناقصة، يعني معني مشاركة من يعني عدد كبير من المقاولات. دلوقتي الملك عنده مشروع، في شركات كثيرة جدا عايزة تاخد المشروع دوت، وهو بيقول اللي هيعمل المشروع دوت لازم يلتزم بواحد اثنين ثلاثة. حضرتك مثلا ممكن يكون فارق معاك قوي الفلوس، فارق معاك قوي الوقت، يعني مش فارق معاك الفلوس بس فارق معاك الوقت، بتقول خد الفلوس اللي عايزينها، المهم المشروع ده يخلص خلال سنتين عشان هبدا اشتغل او عشان في مناسبه. يعني هنا مثلا في قطر كان في مشروع قال لك الفلوس مش فارقه، يعني عايز مليون ثلاثه اربعه خمسه خد الفلوس اللي انت عايزها. تمام. المهم لكن الوقت، المهم عمل الوقت، لان هو كانوا عايزين في فندق. تمام. الكلام ده تقريبا في 2014 او 2015. في فندق كان كبير جدا ومفروض ان هو هيستضيف اجتماع لرؤساء وزراء الخليج، يعني اهم ناس في دوله الخليج هيجتمعوا في الفندق ده خلال مثلا بعد 4 شهور. فخلال الاربع شهور دول لازم الشغل يكون خلصان، خد الميزانيه مفتوحه، بعد ما تخلص الشغل قول انا صرفت مليون
وعايز تسويهم مليون هيديهم لك، صرفت مليار وعايز تسويهم مليار هيديهم لك. تمام؟ تقريبا مش مهندسه عايشه خارج النت عندها فصل. طيب فبتبقى انت بتشوف ايه الحاجه اللي انت تركز عليها، بتبدا تتفق معاهم. لازم تفهم المهندسه ليلى او اللي هو الناس اللي شغالين بيم، انا عايز كذا، تقدروا تعملوه ولا لا؟ يعني انا عايز منكم مش هديكم فلوس غير لو انتم ما عملتوش المشروع ده خلال سنه، او لو الميزانيه زادت عن كذا. تبدا تتفق معاهم اللي هي يا رب ابدا احط الحاجات اللي انا عايزها شرط بتاعي، يعني ممكن يكون الشرط بتاعك ان اللي يشتغلوا يكون كلهم من الجزائر. انت بتحط الشرط بتاعك، هم يلتزموا بيه او ما يلتزموش، لو التزموا هتديهم فلوس، لو ما التزموش مش هيشتغلوا. اللي هيشتغل كله يكون مثلا معاه شهاده ليد او معاه شهاده بي ام بي او يعني كذا. فانت بتبدا تحط الحاجات اللي انت شايفها من وجهه نظرك هتعمل شغله مظبوط. تمام؟ طيب هنبدا نشرح مع بعض الفكره. بعد ما عملنا الاي اي ار هنبدا بقى نشوف حاجه ثانيه اللي هي البيم اكستشن بلان. البيم اكستشن بلان تفصيل للحاجات اللي احنا هنشتغل بيها. ففي بعض النقط اساسيه لازم تتحط. اكتر حاجه اساسيه الا وهي الموديل ملكيته بتاعت مين؟ الموديل ملكيته بتاعت مين؟ هل الموديل بتاع باشمهندس عبد القادر اللي هو الملك، او ولا باشمهندسه ليلى اللي هي اللي عملت الموديل؟ فانتوا ايه رايكم؟ ايه رايك باشمهندس عبد القادر؟ قاعد شويه قاعد شيخ. الموديل لما يخلص بتاع مين؟ هل الموديل دوت ملكيته؟ الموديل بتاعي. بتاع حضرتك، تمام. ليه؟ لان انفقت النقود انا. تمام باشمهندسه ليلى، الموديل بتاع حضرتك ولا بتاع باشمهندس عبد القادر؟ الملكيه بتاعت الموديل، الموديل خلص عمل والمشروع خلص، هل هتدي له نسخه منه ولا الملكيه بتاعتك انت هتقدري تدي لاي حد، او لو هو عايزه يدفع فلوس وياخده؟ ما فهمت السؤال تاعك باسكو بعدت لافوا. صوتك راح. انايا؟ لا لا الاستاذ. ايوه عاود مره لا كيسيون تاعك. سؤال. السؤال الملكيه بتاعت الملك، الملكيه بتاعت الموديل، هل للمالك بتاع المشروع ولا للشركه اللي عامله البيم؟ نورمالمون الملك تاع المشروع باسكو دفع فلوس عليها. يعني حضرتك شايفه ان ملكيه الموديل بتاعت الملك، هو اللي ياخد الموديل في الاخر. سيتادير جو هو اللي ديسيدا واش نديرو فيه اكزاكتومون. انا دون فرونس اسمح لي. مش مشكله. طيب جميل، لو هو مش مكتوب في العقد، لو مش مكتوب في العقد الملكيه بتاعت مين؟ اللي هي تاع الاستاذه، تاع الاستاذه مش تاعي. اذا كان مكتوب في العقد انه كي نخلصك تعطيني كي ندفع النقود تعطيني البيم المشروع، سلمني المشروع. هذا اذا كان في العقد مكتوب. صحيح. احنا قلنا لازم تكتب ان انا عايز استلم الناتيف فايل اللي هو الملف الاصلي اللي اتعمل منه الموديل. انا مش عايز ملف الاوتوكاد ولا ملف البي دي اف بس، لا انا عايز الناتيف فايل والاوتوكاد والبي دي اف. او لو انا معايا الناتيف فايل انا اقدر اعمل منه سبورت للبي دي اف وللاوتوكاد، بس الناتيف فايل ده الملف الاصلي. لو انا معايا اوتوكاد مش هقدر ارجعه للريفت، ولو انا معايا بي دي اف مش هقدر ارجعه للاوتوكاد ولا ارجعه للريفت. هتلاقي في مشكله كبيره جدا. فالافضل ان انا اكون ماضي في العقد. استاذ. ايوه استاذ. أعيد هذه الفكرة من فضلك. أعيد الفكرة كلها، العقد نفسه هيبقى مكتوب فيه ناتيف فايل ولا هيكتب فيه أنا هسلمك أوتوكاد؟ يعني لو أنا كاتبين في العقد المهندسة ليلى هتسلم باشمهندس عبد القادر كاد وبي دي اف. تمام؟ وفي آخر المشروع سلمتك كاد وبي دي اف، يبقى خلاص، يبقى أنت مش من حقك تطالب بالموديل. لو أنت عايز الموديل لازم تدفع فلوس. العقد مهم جدا. انا شفت ناس دفعوا 5 مليون ريال بما يعادل تقريبا مليون دولار، تمام،
لان هو ما كانش كاتب في العقد ان انا عايز استلم الموديل وبعد كده في اخر المشروع محتاجه عشان الفاسيلتي مانجمنت والاستدامه، فاضطر يدفع ما يقارب مليون دولار وزياده. استاذ اسمح لي، يعني استعمال بي دي اف، هناك يعني نوعين، انا تسلمني البي دي اف، سلمني المشروع بي دي اف ودي دبليو في جي، هذا في المره الاولى. المره الثانيه يعني لقني يعني لابد ان اعطيها فلوس مره اخرى باش تسلمني البيم، او في العقد تكتب في العقد، او لو حضرتك كتبت في العقد انا هستلم النتف فايل، يبقى من اول مره، ممكن من اول مره انا هستلم النتف فايل كل شهر، كل شهر لازم تبعت لي النتف فايل. انا شغال في مشروع مكتوب كده في العقد every two weeks، كل اسبوعين لازم ابعت له النتف فايل، لو ما بعتلوش النتف فايل هو مش هيديني فلوس. تمام، كل اسبوعين مرتين في الشهر لازم ابعت له الملف الاصلي ريفت او اي كان الحاجه اللي انا شغال بيها، ابعت له الناتف فايل معاه كل اسبوع، كل اسبوعين الملف الاصلي ده في المشروع انا شغال فيه. تمام. طيب احنا اتفقنا ان احنا هنعمل اي اي ار. اي اي ار دي تقريبا اربع خمس ورقات بالمالك بيقول ايه اللي هو عايزه. تمام، بعد كده هنعمل حاجه اسمها بيم اكستيوشن بلان، اللي هي عباره عن ايه البيم اكستيوشن بلان؟ ديت وثيقه بنكتبها عشان نعمل اداره للبيم ونحدد مفردات المشروع. تمام، يعني دي بيبقى فيها تفاصيل اكتر، بنكتبها مرتين، بنكتبها مره قبل ما ندي العقد ومره بعد ما ندي العقد، بكتبها مرتين، مره قبل ما ندي العقد عشان اشوف الراجل موافق عليها ولا لا، وعن اكيد بيبقى في تعديلات وحاجات زي كده. بعد ما بعمل تعديلات بعمل واحده ثانيه بعد ما ندي العقد، بيبقى فيها تفاصيل اكتر وفيها اسماء الناس وارقامهم وتليفوناتهم. يعني باشمهندسه ليلى اتفق معاك تعمل لك المشروع وبتتكلموا، فعملت لك ورقه بيم اكستيوشن بلان بتقول لك احنا هنعمل لك المشروع ده في اربع سنين، فانت قلت لها لا ثلاث سنين، خلاص عدلت وعملت ثلاث سنين، مضيت العقد. هنعمل بقى نفس البيم اكستيوشن بلان ديت، هنطور فيها وهنحط اسامي الفريق اللي مع باشمهندسه ليلى وارقامهم وتليفوناتهم، عشان لو انت عايز تتصل بحد فيهم تتصل، بس هي مش بتكتب بقى كل الستاف، هي بتكتب الهيد، بتكتب مثلا رئيس قسم عمارة، رئيس قسم الاستراكشر، رئيس قسم الاي مي بي، ده اللي مسؤول عن التواريخ، ده اللي مسؤول عن الانترفيس، كل واحد مسؤول عن حاجه بتكتبه، مش بتكتب الناس اللي تحتيه. تمام؟ طيب. هنبدا بقى مع بعض نشوف ايه الاهم حاجات اللي في البيم اكستشن بلان. اول حاجه بنكتبها ايه الهدف؟ الهدف ده بيكون منين؟ من الاي اي ار، نفس الاهداف اللي اتفقنا عليها في الاي اي ار هنحطها هنا. تمام؟ يعني الوثيقه بتحط كل الحاجات اللي في الاي اي ار بس بشكل منظم، بشكل بعد ما اتفقنا، بنديك تفاصيل اكتر زي تواريخ التسليمات والحاجات دي كلها. طيب اول حاجه بنكتبها الاهداف اللي احنا عايزين نوصلها، زي ما حضرتك قلت مستشفى اربع ادوار وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. المعايير او الستاندرد اللي هنشتغل بيها، الكود كذا والكود كذا والكود كذا. السوفت وير اللي هتشتغل بيه، ممكن حضرتك تقول لا انا مش فارقه معايا سوفت وير، ممكن تقول لا انا عايز كاب، ممكن تقول انا عايز اشتغل بيم، انا عايز اشتغل كذا. سوفت وير اللي انت شغال بيه. تمام، الستوك هولدر، الستوك هولدر بيتعمل له جدول مين الناس المؤثرين في المشروع ومين اللي ممكن يبقى لازم يشوف المنتج وهكذا، فبنعمل جدول بالستوك هولدر، ممكن يكون مثلا حد في البلديه، ممكن يكون المالك، ممكن يكون مثلا حد في شركه ثانيه مشرف على المشروع وهكذا. الميتنج بنبدا نحط بقى ايه الاجتماعات هتتعمل ازاي، طريقه عمل الاجتماع قبليها مثلا نبعت كذا نعمل كذا، في كذا نوع من انواع الاجتماعات، في نوع مثلا بيبقى مره واحده اللي هو كيك اوف، في اجتماع للكوردينيشن، في اجتماع تكنيكال ملوش دعوه بالبيم خالص بس بيناقش المشاكل التكنيكال، في حاجات خاصه بمشاكل البيم، فبتبدا تحط جدول بالاجتماعات هتتم فين، هل هتتم اونلاين ولا هتتم عند مالك ولا هتتم في اي مكان. في البروجكت ديليفربل اللي هو احنا بنتكلم فيها، انت سلم لي كات ولا سلم لي بي اف ولا سلم لي ريفت فايل، فكل الحاجات دي لازم نناقشها. عندي حاجه اسمها العدد المباني وحجمها والمساحه بتاعتها ومكانها، انا عندي مثلا في المشروع بتاعي 18 مبنى، كل مبنى
ليه احداثيات معينه، فلازم بكتبهم كلهم، كل واحد فيهم الاكس والواي حسب ما انا باخدها من المساحه، احدد مكان كل مبنى بالظبط، وبحس ان هو يبقى عندي المعلومات كامله في المشروع. لو في اي مبنى فيه مترحل ابعاد الشيرد كوردينيت، النقطه اللي هي بين المباني كلها او نقطه معينه بنسب ليها المباني كلها، تمام. في تحديد الصلاحيات، وصول البيانات، مين من حقه يفتح الملفات، مين من حقه ان هو يعدل، مين من حقه ان هو يشوف الملفات، مين من حقه يحط الكومنتات، طريق فحص المشروع وامتى. يعني بنقول مثلا ايه، انت المشروع ده هيتفحص باكتر من طريقه، ممكن برنامج النفس وركس بيبدا يقول لي كليشيه، وممكن نعمل ان انا امشي جوه المشروع وبعناية ابدا الوط المشاكل. ممكن تقول لا ده انا عايز برنامج زي سوليبري، برنامج متخصص في موضوع الكليشيه. ممكن تقول لا هيبقى في اجتماع ونبدا نشوف المشاكل مع بعض، ممكن ما تكونش حاجه متضاربه مع بعض، بس مثلا في ماسوره قدام باب، هي مش خابطه في الباب، بس اول ما تيجي تفتح الباب هتخبط، فلازم تبقى في طرق ان انا اكتشف المشاكل دي. ازاي هنتبادل البيانات؟ يعني في بعض الحاجات يقول لك لا لازم برنامج بيب 360، واحد يقول لك لا انا هبعتهم لك على فلاشه او على اسطوانه او هبعتهم لك على جوجل درايف، ممكن توافق او ما توافقش، فلازم تكون مطلوب في البيمشن بلان هبدل معاك البيانات ازاي؟ هديك ايه وهتديها لي ازاي؟ وهنتبادل مثلا مره في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع؟ تمام؟ كل ده حسب ما بنتفق، وزي ما كاتبين كده بنبقى في بيمشن بلان قبل ما نبدا العقد في خطوط عامه، وبعد ما نبدا العقد يكون في اكثر تفصيله. هنفتح تمبليت لده وتمبليت لدوت ونشوف الفرق، تمام؟ ده مسار المشروع. في اول مثلا ما بيفتح في المشروع الكلاينت ريكويرمنتس، المالك بيفكر نوع المشروع، فلازم واحنا بنعمل بريبيرنج بقعد معاه ونعمل امبلوير انفورميشن ريكويرمنت اللي هي الاي اي ار، تمام. غيروها السنه دي الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت، خلوها اكسشينج انفورميشن ريكويرمنت، تمام، بس هي برضه نفس الخساره اي اي ار، تمام. طيب انا بعد كده هنعمل ايه؟ اول ما نتفق على الحاجات هنعمل الاكسشن بلان، ويكون من اول مشروع لاخر المشروع، تمام. ممكن في النص نغير، او ممكن في النص نغير بالاتفاق مع الاثنين، انتوا الاثنين تتفقوا، باشمهندس عبد القادر، باشمهندس ليلى، باشمهندس عائشه، تتفقوا مع بعض هنغير ايه بالظبط. ما ينفعش حد يغير من نفسه، لازم كلنا نكون موافقين على التعديل، تمام. طيب الاي اي ار بيبقى عندنا حاجات تكنيكال وحاجات مانجمنت وحاجات كوميرشال، تمام. الحاجات التكنيكال المعلومات بتاع تبادل المعلومات، الليفل اوف ديفلوبمنت، السوفت وير. المانجمنت بنتكلم على الستاندرد اللي هتشتغل بيه، مين اللي مسؤول عن الشغل، تمام. الكوميرشال بنتكلم على الاستراتيجيه بتاعت المشروع والتسليمات هتبقى عامله ازاي، ديفاين ديفلوبمنت. طيب وعندنا الاكشن بلان، في بري كونتراكت قبل العقد، وفي بوست كونتراكت، وفي كتاب اللي هو البين بروتوكول. كل دول طبعا يعني خرجوا يعتبر من بريطانيا، بس كل دوله عامله حاجه خاصه بيها، تمام. فاحنا بنتكلم بين بروجكت اكستيوشن بلاننج بروسيدر. اول حاجه لازم تبقى عارف ايه الاهداف. هنشوف مع بعض دلوقتي جدول في ان البيم ممكن يعمل لي 20 حاجه. لو انا عملت ال 20 حاجه دول فعلا هتتكلف كتير، مش هنوصل بقدر يدفع كتير قوي، تمام. استاذ، ايوه. تقدر برك ليماج سنتريها، مش سامع المايك، معلش من فوق ومن الكوتر، معلش الصوت مش واضح. يعني استاذ عدل الصوره، اللوحه دي يعني تعالها في الوسط، اللوحه في الوسط، اللوحه انت اللي يعني عارضها، يعني تعالها في الوسط. طيب هي كده في الوسط، ارحلها شويه يعني. طيب حاضر، انا عندي مظبوطه بس هحاول ارحلها بالشكل ده كده يعني. هو فوالا. طيب اهم حاجه نحدد احنا عايزين ايه من البيم. اكثر مشكله، اكبر مشكله ان الكلاينت يقول انا عايز بيم ويسقط، ما نبقاش عارفين هنعمل ايه بحيث ان احنا نبقى خلصنا المشروع. انا عايز بيم،
عملت له 3D، لا مش هو ده اللي انا عايزه، 4D مش عايزه، 6D مش عايزه، انا عايز حاجه خاصه بالسيفتي. فلازم البيم يبقى معروف انا هعمل لك 1 2 3، فبعمل له جدول واقول له الحاجات دي كلها. اول ما بشوفها بيقول لي انا عايز كله، كله هيكلفك كتير جدا. تمام، يعني في حاجات مثلا خاصه بيه التحليل الانشائي، وحاجات خاصه بيه التحليل الحراري، وحاجات خاصه بتحليل الظل، وحاجات خاصه بيه التحليل بتاع السي اف دي، وحاجات خاصه بيه التكييف، وحاجات خاصه. لو انت عايز الحاجات دي كلها انا هقدر اعملها لك، بس هتاخد منك فلوس كتيره. فلازم نبدا نفكر ايه الحاجات اللي هي مهمه قوي، بعد كده نبدا نشوف الخطوات اللي احنا نعمل لك الحاجات دي. خريطه كده، ده اول واحد، ده ثاني واحد، ده ثالث واحد، عشان نخلص المشروع يبقى ده هيعمل كذا. يعني عشان نعمل 4 دي لازم يكون معايا التايمنج بتاع المشروع، ويكون معايا الموديل، وابدا اربطهم ببعض. تمام، طيب خلينا نبص كده اهي. البيمكشن بلان، البيمكشن بلان بقى احنا مش بنتكلم في الاي اي ار، احنا بنتكلم في البيمكشن بلان. عندي نقط خاصه بالمانجمنت، عندي خاصه حاجات خاصه بالبلاننج، عندي حاجات خاصه بالستاندرد ميثود، وعندي حاجات خاصه بالاي تي سوليوشن. الحاجات الخاصه بالمانجمنت، المقدمه بتاعت الانترودكشن، البروجكت انفورميشن، اسم المشروع، رقم المشروع، المكان بتاع المشروع، الحاجات دي كلها. البروجكت تيم، الفريق اللي هيشتغل في المشروع، البروجكت ستاندرد، الاهداف من المشروع، الموديل ده هيستخدم في ايه، البيم ديفلوبر ديليفربل، الحاجات اللي هتخرج من البيم، الكوردينيشن ميتنج، البروجكت مايلستون، يعني المشروع ده هيسلم مره في شهر مارس، ومره في شهر مايو، ومره في شهر يونيو، ومره في شهر اغسطس. فكل مره هنسلم فيها درجه تفاصيل او تطوير في الموديل. تمام، طيب بالنسبه للبلاننج، عندي كولابوريشن استراتيجي، عندي سي دي اي انفورميشن. يعني ايه سي دي اي؟ يعني كومن داتا انفايرمنت، يعني ازاي هننظم المشروع والشغل هيسلم ازاي. هي عباره عن ايه؟ عباره عن اربع فولدرات بنحطهم، ماشي، اربع فولدرات. في فولدر اسمه ورك ان بروجريس، ورك ان بروجريس، ورك ان بروجريس، يعني الملفات اللي هنا لسه مش خلصانه، لسه فيها شغل، لسه فيها تطوير. المفروض الورك ان بروجريس بيبقى فيها ملف معماري، ملف انشائي، ملف ام اي بي. واضح كده؟ عندي اربع فولدرات عشان بس انظم الشغل. هو انا ممكن اعمل فولدر معماري وفولدر انشائي وفولدر ميكانيكال، بس بيحصل لخبطه ان ممكن انا ساحب لينك من المعماري، والمعماري لسه بيعدل في الشغل، فانا خدت نسخه وهي لسه مش خلصانه. فانا لا، بعمل فولدر للشغل اللي مش خلصان، وبعمل فولدر للشغل الخلصان اللي هو اسمه شيرت، وعندي فولدر تاني اسمه بابلش، وعندي فولدر اخير اسمه ايه، اركايف. دول الاربع فولدرات. تمام، الورك ان بروجريس ده واحنا شغالين فيه، انا شغال في الملف. تمام، لسه ما خلصتش، لما بخلص في اخر الاسبوع باخد منه كوبي، اتاكد ان النسخه دي كويسه، واحطها في الشيرد. الشيرد بيبدا بقى يشوف الناس اللي في المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، يبداوا يشوفوا الشيرد. طيب خلصت شغل في الشيرد وعايز ابعت شغل بقى للناس بره، اتاكد ان هو مظبوط، اخد الكود كوبي واحطه في البابلش. تمام، باخده كوبي، يعني لسه الشغل في الشيرد مكملين فيه لحد اخر المشروع. كل اسبوع باخد منه نسخه في البابلش، بحيث ايه، هبعتها للمالك او ابعتها للناس اللي شغالين معايا الكومباني. الاركايف كل فتره باخد نسخه كده من الشغل اخليها عندي احتياطي، لو حصل حاجه، لو انا عايز اعرف سر المشروع تاريخ النهارده، وبروح حاطط الشغل ده. تمام، دي فكره السي دي اي او كومن داتا انفايرمنت، وهنتعرض لها كتير قوي لانها موجوده في كل الاكواد. مفيش كود للبيم بيخلو من السي دي اي. تمام، فكل ما هنقابلها هنشرحها تاني بشكل تفصيل اكتر. عندي موديل تشيك، ازاي هنفحص الموديل. عندي حاجه اسمها الام اي دي بي اللي هي تواريخ التسليمات، وفي ريسبونسابيلتي ماتريكس، يعني كل شخص في المشروع ايه المسؤوليه منه وايه الصلاحيات بتاعته. عندي ستاندرد ميثود اللي هو بقى البروجكت كوردينيت هيبقى عامل ازاي. في الفوليوم استراتيجي، يعني انا عندي مثلا كوريدور هحط شغل التكييف مثلا فوق يمين او فوق تحت او يمين شمال وهكذا. وعندي حاجه اسمها نيمنج ستاندرد،
طريقة تسمية الملفات، ودي برضو هنتعرض ليها في كل الأكواد موجودة فيها إزاي نسمي الملفات. وبعد كده في حاجات خاصة بالاي تي زي سوفت وير فيرجن، هتشغل ريفت 2020 ولا ريفت 2019 او ريفت 21 زي ما انت عايز. اكشنج فورمات، ايه الحاجات اللي احنا هنتبادل بيها المعلومات. تمام. طيب ده مثلا مثال تعريف المشروع، اسم المشروع، عنوان المشروع، رقم المشروع، مين الكونتراكت فورم او مين البيم مانجر، العميل عايز ايه، التعريف بمستوى البيم اللي احنا نوصل له، يعني عايزين نوصل اللي قال له دي كام، عايزين نوصل لكذا. ده مثلا مثال البروجكت اونر، واحد مثلا هيلث نورش، ده مشروع مثلا حقيقي. البروجكت نمبر، الرقم المشروع، ممكن يكون في رقم للمشروع عند الكلاينت غير اللي عند الراجل بتاع البيم، غير اللي عند الكونستراكشن، فلو في كذا رقم كل واحد مسمي برقم مختلف نكتبهم كلهم. البروجكت نيم، شيلدرن ديبارتمنت هوسبيتال، برضه مستشفى اهوت، ده موجود فين؟ في النرويج. وبعد كده بروجكت ديسكريبشن، ده بقى بيتكلم بقى هيبقى كام متر ومساحته قد ايه والمواصفات اللي انت عايزها وكذا. والديوريشن، يعني المشروع ده المفروض مثلا من يناير 2019 لديسمبر 2021. تمام؟ يعني 3 سنين بالظبط. تمام؟ ودي الاكواد اللي احنا ممكن نرجع لها لو في اي مشكله. احنا اسمح لي يا استاذ، احنا في بالفرنسية نسموها فيش تكنيك، معناها فيش تكنيك، معناها وثيقة تحليلية للمشروع، معناها اللي هي المعلومات عن المشروع يعني. ايه احنا نقول لها اون فرونسي، نقول لها فيش تكنيك، بطاقة تحليلية. ما هي تقريبا نفس الفكره. حاجه دي بتبقى لازم تكون موجوده في البيمكشن بلان، والا مش هتفهم انت بتتكلم عن ايه مشروع، فلازم تكون بالتفصيل كده تعريف بالمشروع والعنوان وبتاع الحاجات دي. وبعد كده الناس اللي شغالين في المشروع، بنبدا بقى نكتب مثلا الكلاينت اسمه فلان الفلاني والرول بتاعته والتليفون والايميل. التليفون والايميل ما بيكتبوش في اللي هي البري كونتراكت قبل ما نبدا العقد، لما نكتب العقد بنحط بقى التفاصيل كلها، في ديزاينر مين، مين الشخص اللي هيبقى مسؤول عنه وهكذا. تمام. يعني بيل ميوري هو ده اللي هيكون الاركتكتشر بتاع الديزاين، في واحد تاني مثلا جون كان ده الاركتكتشر بتاع الديزاين الخاص بالانفورميشن مانجر، فكل واحد بنحدد الرولز بتاعته ايه اللي هنشتغل عليه. تمام. ففي حد كان بيقول ان الاستراتيجيه من غير بروسيس، من غير عمليات، من غير ما نحدد هنعمل ايه وخطوه خطوه، ده عباره عن ويش ليست، يعني قائمه اماني مش هتحقق، مجرد ان انا بتمنى السنه الجديده بابا نويل يعمل لي ايه، فمالهاش اي لازمه خالص. تمام. فالبينكشن بلان لازم يبقى فيه تعاون بين الاطراف المشروع، يعني بعرضها على الاطراف اللي موجوده معايا ونبدا نتفق عليها وحاجات زي كده. طيب بنتعمل، بنحط المعلومات المفيده، لو في معلومه مش مفيده بنشيلها، يعني لو في حاجه مش هنستفاد منها لا، حاول ما تكبرش البيمكشن بلان، عاده بتبقى في حدود من 20 ل 30 ورقه. تمام. لو ما كترها كتير قوي محدش بيستفاد منها ومحدش بيقراها. لو انت قاعد تحط مثلا تفاصيل الالوان اللي هتشتغل بيها، لا انا ممكن احطها في سطر واحد بس، اقول ان انا هستخدم الالوان بتاعه الكود البريطاني، او هستخدم الالوان بتاعه الكود الجزائري. تمام. طيب لو مفيش اي اي ار، لو انا الكلاينت بيقول لي ما عنديش اي اي ار، يبقى احط كل الحاجات بتاعه الاي اي ار دي في البيمكشن بلان، ابدا اشوف كل المعلومات اللي انا محتاجها في الاي اي ار وابدا احطها في البيمكشن بلان كافتراضي، وابدا اخليه يمضي عليها، لازم يمضي ان هي دي الحاجات اللي هو عايزها. ممكن يكون المالك مش فاهم حاجه. تمام. فلو هو مش عامل اي اي ار، نحط كل المعلومات كان الاي اي ار اتعملت في البيمكشن بلان، نبدا نحط الحاجات الافتراضيه المناسبه لينا والاسهل لينا. طيب دي حاجه اسمها البروسيس، بنبدا بقى نشوف ايه المعماري يعمل كذا، وبعد كده يدي للانشائي، وبعد كده يدي للكذا، كل ده بيبقى في حدود الكومن داتا انفايرمنت اللي هي سي دي اي، اللي هو عباره عن ملف عادي فولدر حاطين فيه الشغل بتنظيم معين، بحيث
ان هو سهل علينا وما حصلش مشاكل. احنا اشتغلنا كذا مشروع، وكل مشروع جربنا طريقه ولقينا ان فعلا افضل طريقه هي كومن داتا انفايرمنت، بحيث انها بتقلل المشاكل وبتقلل الاخطاء. تمام، فاحنا على طول بنعمل الورك فلو بالشكل ده. حاجه زي كده مثلا بنقول ان مثلا هيجي لي مثلا الديزاين موديل، وابدا مثلا اطلع منه الانرجي موديل وابدا اطور عليه، وابدا مثلا احط هيجي لي شغل مثلا بتاع السيرفر 3 دي او شغل بتاع المدينه او كده، وابدا اطور فيه، وابدا مثلا احط الحاجات بتاعتي، وابدا اطلع منه يبقى عندي كذا موديل موجود. فبتبدا تحط خطه كده، عندي الفور دي موديل محتاج ان انا ادخل فيه التايم، واخر ما اخلص المشروع بعمل حاجه الخاصه بال الناس اللي هي بتاعت المينتيننس، بتعمل خرائط لكل الحاجات بحيث توضح مين اللي هيخلص شغل ومين اللي هيدي شغل لحاجه ثانيه. تمام، ده مثلا بروجكت تيم بتبدا تكتب بقى اطراف المشروع الموجودين بالشركات اللي هم بيمثلوها بالايميل بالتليفون بحيث تقدر تتواصل معاه. ده مشروع حقيقه اهوت، كل ده الريسبونسابيلتي اللي عليه، ده اسم الشركه اللي هو جاي منها، الاسم بتاعه، الايميل، التليفون. تمام، دي الورقه دي احنا شرحناها، قلنا مثلا ان انا ممكن يكون عندي موديلر يبقى هو مسؤول ان هو يعمل الدروينج برودكشن ويعمل موديل، عندي كوردينيتور هو مسؤول عن كذا، البيم مانجر بيبقى مسؤول ان هو يختار البرامج اللي شغال بيها، يحضر الاجتماعات، يعمل الستاندرد، يعمل امبلمنتيشن للبيم، يعمل تريننج للبيم، كل الحاجات دي مسؤول عنها البيم مانجر. احنا حاليا في مرحله البيم مانجر، احنا دلوقتي في مرحله البيم مانجر او الكورس او الورك شوب اللي احنا بنعملها دي، بنركز فيها على موضوع الستاندرد، على موضوع الامبلمنتيشن، على موضوع اختيار البرامج، الحاجات دي كلها. طيب ده اللي بتقول له مثلا انت ممكن تستخدم دي ورقه حقيقيه، وهنبدا نشوف حاجه ثانيه. بتقول له انت ممكن الموديل بتاعك لازم اكيد يكون في 3 دي كوردينيشن، ما ينفعش نطلع لك موديل من غير 3 دي كوردينيشن اجباري في كل مراحل المشروع. تمام، الكلاش ديتكشن دي بقى براحتك، بس يفضل انها تتعمل، ان احنا نطلع لك كلاشات. ممكن يقول لك لا انا مستعجل عايز اخلص، انا يعني في مرحله الديزاين مش محتاج كلاش ديتكشن، انا محتاجها في مرحله الكونستراكشن. خلاص ماشي، في ديزاين ريفيو بنبدا نراجع على الديزاين، الكوست استيميشن التكلفه، تقدير التكلفه من اول يوم في المشروع لحد اخر يوم في المشروع، وكل ما بنشتغل كل ما الكوست استيميشن بيطلع ادق. تمام، بعد كده بنعمل مثلا السكادول اللي هي الحصر للعناصر الموجود. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل مثلا فيجواليزيشن، ممكن نطلع لك صور شكلها حلو قوي تعمل بيها دعايه للمشروع، نعمل لك صور كده برندر بحاجات قويه. ممكن نعمل لك بلاننج خطه للمشروع، ممكن نعمل لك 4D 5D، ممكن نعمل ريكورد موديلنج، يعني نعمل كذا نسخه موديل ونبدا نقول لك التطورات اللي حصلت. ممكن نعمل لك سايت بلاننج، انت لسه ما اخترتش المكان، نبدا نختار لك احنا المكان ونبدا ندرسه لك، ونعمل لك سايت اناليسيز نقول لك مثلا انت محتاج تحفر بمساحه قد ايه والحاجات دي كلها. استراكشر اناليسيز، لايت اناليسيز تحليل الاضاءه، كود فاليديشن نتاكد لك ان الشغل ده مطابق للكود، وده ممكن نعملها برنامج يبقى يتاكد هو اوتوماتيك من حاجه زي كده. ممكن نعمل لك ليد سستينابيلتي، ليد انرجي اناليسيز، ممكن نعمل اسيت مانجمنت اللي هي الفاسيلتي مانجمنت، ممكن نعمل لك بيلدينج مينتيننس. انت عايز ايه؟ انا عايز كل دول، خلاص هتدفع فلوس كتير. لا، انت ممكن تقول لي انت بتفكر في ايه او مهتم بايه. انا راجل بحب البيئه قوي وبحب احافظ على البيئه، خلاص يبقى هنركز على موضوع الليد سستينابيلتي وهنركز على الحاجات اللي هي صديقه للبيئه. تمام اهي، فانا بقعد بقى ايه المفروض بقى دلوقتي بعد اذنكم باشمهندسه ليلى بتسال بقى باشمهندس عبد القادر الاسئله دي، هل انت عايز دي او او لا وكده. تمام، يلا باشمهندس ليلى. الو الو، نعم استاذ. ايوه معلش، انا عايزك تسالي باشمهندس عبد القادر الاسئله دي، هل انت عايز دي ولا لا، ونبدا نفكر فيها. اوكي ريكوردينيشن. انت حضرتك عايزها ولا عايزها؟ تمام. طيب الاسبلت ريكورد، يعني بعد ما خلصنا المبنى نتاكد ان الشغل كله زي ما اتنفذ، يعني احنا عاملين له شوب دروينج، نتاكد ان الشوب دروينج
هو يعني يعني الم... يعني المشروع هذا يعني انجزه كما تعاقدنا. عايز اللوحه اللي عندي تتعدل على نفس الحاجه اللي اتنفذت في الموقع. ممكن تكون انت عامل الباب مثلا مثلا طوله 2 متر، هو نفذوه 2 متر و10، فلازم تتعدل في الموديل. دي حاجه اسمها اسبلت. فهل دي حضرتك عايزها ولا لا؟ عايزها. طيب باشمهندسة ليلى، ممكن تسأل الأسئلة ديت أو أسئلة تانية، يعني شوفي إيه الحاجات اللي هو محتاجها في الموديل. لو هو مثلا مش محتاج الحصر، فأنا كده هوفر وقت من وقت الحصر. لو هو مش عايز الفايف دي، يبقى أنا هوفر وقت. لو هو مش عايز، يعني كل ما بعرف هو عايز إيه بالظبط هركز عليه. ممكن باشمهندس عبد القادر يقول لا لا، أنا مش عايز أي حاجة من دول خالص غير الكوست استيميشن، انا عايز اعرف بس تكلفه المشروع دي هتبقى قد ايه. يبقى انا مش هخش في اي حاجه ثانيه غير الكوست استيميشن، ماليش دعوه بقى بالديزاين ريفيو ولا بالديجيتال فابريكيشن، انا عايز دي بس. معناها نروحوا للاخر، نروحوا للاخر يعني المشروع كيش، يعني نروحوا احنا في الجزائر يعني كاين مثلا تعرض عليه مشروع يقول لك شحال غادي شحال كلفني، معناها تقول له شحال يكلفك هكا، كي تقول له كيما تقول لك صايم، يا اما ننطلق في الانجاز ام يعني الكوست استيميشن هو الامبورطون كاعيتك. هو تقدير للتكلفه، عايز اعرف المشروع ده هيكسب ولا يخسر. لكن هذا المشروع يكلف يعني نقود كثيره، يعني الانسان قادر يقول لك انا سوف الغي هذا المشروع. تمام. طيب عندي مثلا حاجه اسمها ديجيتال فابريكيشن، مقصود بها ايه؟ ان انا اشوف المشروع ده مثلا عندي زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، عندي بايب مثلا 30 متر، انا مش هركبها 30 متر، انا لازم هقطعها مثلا كل مترين كل 3 متر. تمام. فالحاجات دي هتبقى ببعتها للمصنع بان هو يقطعها هناك ب 3 متر مترين كذا. فدي اسمها ديجيتال فابريكيشن، ان انا اديله الحاجات هتتركب ازاي بالظبط. دي بتبقى مفيده جدا في المقاولات. ممكن مثلا لا، انا في المرحله دي مركز على الديزاين فاجلها دلوقتي، او انا مش تفرق معايا، انا لا انا حاسس انها كلفني كتير. تمام. انا مش مقتنع بيها. كود فاليديشن، وهيقعد بيعمل لك هتاخد فلوس، هتدفع فلوس عشان تتاكد ان انت مطابق للكود. فممكن لا انا مش عايزها، لان كل واحده من دول قدامها فلوس، كل واحده من دول قدامها فلوس، مش مجرد ان انا بقول انا عايزها وخلاص. تمام. طيب دي حاجه ثانيه برضو مهمه، اسماء البرامج اللي هنشتغل بيها وهنشتغل بها ايه. تمام. يعني المعماري مثلا قال انا هشتغل بريفت اركتكتشر ونفس وركس مانش. تمام. احنا عندنا ثلاثه نفس وركس، في مانش وفي سيموليشن وفي فري. المانج بيعمل كل حاجه، السيموليشن بيعمل 4 دي بس ما بيعملش مثلا الكلاشات، الفري مجاني بس مجرد بس ان انت بتشوف الشغل ما بتقدرش تعدل عليه. طيب ده احنا قلنا لازم نحدد الاصدار في الريفت، لازم نحدد الاصدار. ليه؟ لانه ما بتقدرش تسيف على اصدار اقدم او اكبر، لازم تشتغل بنفس الاصدار. تمام. طيب الاستراكشر، قال لك انا هشتغل بريفت استراكشر وبرنامج تاني اسمه ساب وبرنامج مثلا روبوت وهكذا. روبوت. روبوت. هو الاسم يلخبط شويه، الروبوت ده انسان آلي ما اعرفش سموه ليه. ايوه روبوت. انا اديت في كورس قبل كده بس بقالي فتره ما اشتغلتش عليه فنسيت. طيب عندي هنا مثلا الامتداد اللي هشتغل بيها، لازم تبعت لي الامتداد دوت. دي غلطه كبيره قوي ان في البيمكشن بلان ما تكتبش ان انا عايز الملف الاصلي، لا انا عايز الملف الاصلي بدل ما ادفع عليها فلوس. لا، ما دمت انا المالك يبقى انا عايز الملف الاصلي ولا مش هشتغل معايا. طيب الام اي بي، الام اي بي عندي ريفت ام اي بي مش ريفت ستراكشر، فور ام اي بي موديل والاصدار اللي هنشتغل بيه، لازم كلهم بيكون نفس الرقم. ما ينفعش الاركتكشر يشتغل ريفت حاجه والاستراكشر يشتغل حاجه ثانيه. نفس وركس والاوتوكاد والبيت البرامج ينفع، في الريفت مستحيل، لازم كلنا نشتغل بنفس الاصدار. تمام. طيب دي مثلا حاجه بتحدد لنا شكل كده بيسهل لنا في كل مرحله ايه الحاجه اللي احنا بنركز عليها. يعني في مرحله البلان لسه ما بدناش المشروع لسه بنفكر، بيبقى مهم بالنسبه لي السايت اناليسيس، بيبقى مهتم بالنسبه لي الكوست استيميشن. الكوست استيميشن بيبقى طول المشروع مهم بالنسبه لي، اعرف تكلفه المشروع في الوقت الحالي وفي اخر على اخر المشروع هيكلف قد ايه.
مرحلة الديزاين أنا مهتم بالأناليسيز أكتر، structural analysis, light analysis, mechanical analysis، أي حاجة هندسية analysis، الليد، الكود، الديزاين ريفيو، الحاجات دي كلها. ممكن تقول لا أنا مش محتاج ديت وتشيلها، تمام؟ في مرحلة الكونستراكشن بنهتم بموضوع الكونستراكشن سيستم ديزاين، بموضوع الديجيتال فابريكيشن، سايت بلاننج، ال 3 دي كنترول اند بلاننج، ال 3 دي كوردينيشن، مهم جدا بالنسبة لنا، تمام؟ في حاجات بتلاقيها مهمة في كله، وفي حاجات بتلاقيها مهمة في جزء والباقي مش مهم، وفي حاجات بتبقى فعلا مهمة في الجزء ده ومش مهمة في الجزء الثاني. يعني بالنسبة لي مثلا في مرحلة الكونستراكشن السايت اناليسيس ده خلص خلاص، البروجرام خلص خلاص، يعني خلاص احنا في امر واقع ما ينفعش ان احنا نعدل فيه. في مرحلة التشغيل الاوبريت بنبدأ نشوف بقى الاسيت مانجمنت ازاي نديره، السبيس تراكنج والريكورد موديل، بنبدأ نعمل اسبلت للمشروع عشان نبدأ نكمل شغل عليه، تمام؟ طيب هنا دي بنتفق بقى ايه هتسلم لي، مثلا عندي مثلا جداول، الجداول دي سلمها لك اكسل، انا عايز اكسل الدروينج، انا عايزها مثلا اوتوكاد ودي جي ان ودي دبليو اف وبي دي اف واي اف سي، او انا عايزها مطبوعه، يعني ممكن تقول له انا عايزك تطبع لي ثلاث نسخ من الشغل كله، تمام؟ حسب الاتفاق، هو لو وافق ان هو يطبع لك خلاص يطبع لك. في بعض الاوقات اقول لك والله الطباعه هتكلفك كتير، انا هطبع لك مثلا الحاجات دي في مره مرات كان تقريبا واخده في حدود مثلا 200,000 دولار، تمام؟ مشروع كبير جدا وفي ورق، وكل ورقه مثلا هتكلف 2 دولار مثلا او دولار ونص، فدخلت مبلغ كبير، تمام؟ طيب عندي بقى حاجه بقى اللي هي اللي اسمها التي اي دي بي، تاسك انفورميشن دليفري بلان، بنبدا بقى نكتب الحاجات ديت والاسماء بتاعتها والتسليمات بتاعتها، كذا مايل ستون هتسلم لك الجزء ده مثلا في شهر كذا، وده في شهر كذا، وده في شهر كذا، تمام؟ فالبرمكشن بلان بتوضح لي هنشتغل ازاي، وبتوضح التواريخ بتاع التسليمات. طبعا تواريخ التسليمات عشان اعملها صح لازم اسال الناس السب كونتراكتور او الناس السب كونسلتنت او الناس اللي بيقدموا لي خدمات. يعني واحد مثلا بيعمل له الجزء بتاع الفساد لازم اساله هتخلص الحاجه دي امتى، واحد مثلا بيعمل جزء معين اساله هتخلص حاجات امتى، من خلال التواريخ اللي بيدوها لي بعمل التواريخ اللي هتحط في البيم شامل. طيب دي برضو دي تواريخ التسليمات، بقول له مثلا في ابريل 2012 هديك الديزاين، وفي الديتيل ديزاين هدول لك مثلا في فبراير 2014، والكونستراكشن في جينيوري، وهكذا. كل حاجه بدك تكتب له تاريخ التسليم بتاعتك. طيب البرمشن بلان الليفل اوف ديفينيشن ده اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، اللي هو درجه التفاصيل، بيشمل التفاصيل المجسمه ال 3 دي. يعني انا بدات مثلا الاول كنت حاطط مثلا كيرتن وول، بعد كده بدات احط التفاصيل بتاعه الالومنيوم اللي هنا، بعد كده بدات احط تفاصيل المسامير اللي هتركب الحاجه ديت، الحاجه هتركب ازاي، وال ال واي اللي هي الانفورميشن، ببدا اكتب معلومات كل مرحله ببدا اكتب معلومات، ممكن ابدا اكتب بقى معلومات اليو فاليو بتاعتها، ممكن اكتب اسم المصنع، اسم الشخص اللي احنا هنعمله، اسم تواريخ الصيانه، كل الحاجات دي بنبدا نحطها في قلب المشروع بتاعتنا. وفي كتاب ده ريفرنس حلو قوي للموضوع البيم، تمام؟ دي بعض الحاجات يعني المراجع ممكن تفكوا، احاول ابعتها لكم ان شاء الله، تمام؟ طيب خلينا نشوف بيمكشن بلان قبل العقد وبعد العقد، ونشوف ايه الحاجات اللي تنطبق فيها. ده تمبليت يعني حاجه فاضيه بتبدا تكتب انت من خلالها الحاجه اللي انت عايزها. طيب خلينا نفتح دوت، ده معمول وورد فاضي خالص اهوت، بيقول لك اول حاجه فور بروجكت تايتل، اكتب لي اسم المشروع هنا، ديفلوب باي، مين اللي شغال فيه، تمام؟ اهو. وبعد كده بيبدا يقول لي بقى البيم بروجكت اكسكيوشن بلان اوفر فيو، كل الحاجات دي بقى بتبدا تكتبها. مثلا اهو خلينا نخليها صفحه واحده عشان تبقى الكلام واضح. الكلام واضح دلوقتي؟ الكتابه واضحه؟ باشمهندس علي الكتابه واضحه؟ طيب بنكتب البروجكت اونر، البروجكت نيم، البروجكت لوكيشن، الكونتراكت تايب، كل المعلومات دي بنبدا نكتبها.
البروجكت نمبر، ممكن يكون كل طرف من الاطراف عمل رقم معين، فبنبدا نكتب الارقام دي كلها. البروجكت سكادول، التسليمات، تواريخ، هنبدا امتى وهننتهي امتى وتاخد وقت قد ايه. الناس اللي هي كي بروجكت كونتاكت، الناس اللي هي المهمه في المشروع، بنبدا نكتب اسمهم واسم الشركه اللي هم فيها، والكونتراكت نيم، واللوكيشن، والايميل، والفون، والحاجات دي كلها. هنا بقى بنكتب البروجكت جول، الاهداف من البيم، تمام. وهو بيحط لك بعض المراجع، يعني الحاجه اللي هي مكتوبه في خط رفيع ده بيقول لك ان في مراجع معينه ممكن تستعين بيها هتسهل لك الشغل، تمام. عندي البي فيوز، الاناليسيس، هنا بيقول لي مثلا في مرحله البلان ايه الحاجات اللي انت ممكن تهتم بيها، ممكن لو انت مش عايزها تعمل اكس، انا مش عايز الحاجه دي، لا انا مش عايز دي، انا حاسبك على الحاجات اللي انت عايزها، الحاجات اللي انت مش عايزها هشطبها ومش حاسبك عليها، تمام. لو انت عايز كل حاجه انا مش هخسران لك حاجه، انا هعملهم لك بس هكلفك اكتر. الاستخدامات اهيت هنا بقى بروسيس، ده مجرد مثال ان انا بقول مثلا اللي هيبدا الشغل مثلا فلان، وبعد كده هنبدا نبدل المشروع في المرحله ديت، وهنعمل كذا وهنعمل كذا، تمام. طيب ده ليست اوف ليفل 2 ديتيل بيم يوز بروسيس ماب، بنبدا نشوف بقى ايه الحاجات المراحل بتاعت المشروع او الحاجات اللي هتطلع من المشروع. بيم انفورميشن اكسشينج، هنتبادل المعلومات ازاي، تمام. دي مثلا حاجه دي الخريطه دي موجود منها صوره او موجود منها اكسل، عباره عن ايه؟ كل جزء في المشروع، يعني مثلا عندي الحوائط، الخرسانه بتاعت الاستراكشر، ال او دي بتاعها كام في المرحله دي، هتسلم امتى، يعني مثلا مرحله البروجرامنج هتسلم ال او دي 100، في مرحله الديتيل ديزاين هتسلم ال او دي 100 ولا 200، ممكن تعمل استثناء الحاجه دي هسلمها 200 او هسلمها 100. طيب والملكيه او مين اللي شغال في الموديل، الموديل ده مع فلان، لان ممكن يكون اكتر من طرف، فبيبقى نكتب مين اللي مسؤول او مين اللي بيعمل الموديل دوت، تمام. هنا موضوع بقى الكولابريشن، الميتنج، عندي كذا نوع من الميتنج زي ما قلنا، في نوع اسمه كيك اوف، ده بيبقى مثلا مره واحده في اول مشروع، وعندي حاجه خاصه بالبيمكشن بلان، نبدا ممكن نعملها مثلا مره او مرتين، نبدا نناقشها، يبقى واحد مثلا عامل بيمكشن بلان والتاني بيراجعها. البيم كوردينيشن، المفروض مثلا مره كل اسبوع او مرتين في او مرتين في الشهر. الكونستراكشن، تمام، وهكذا. وبعد كده ده الموديل دليفري. ايوه ممكن 10 دقائق استاذ، هو ناقص 10 دقائق ونخلص. المحاضره النهارده ساعتين، ف 10 دقائق ساعتين ولا عايزين ثلاث ساعات زي ما انتم عايزين. انا ما عنديش مشكله، على حسب ماش هم راهم صبيدين مبرمجين، يعني على حسب الاداره. انا ما عنديش اي مشكله خالص، زي ما اتفقوا، تمام. يعني لو عايزين نخلص بس البيمكشن بلان كده 10 دقائق ربع ساعه، ونشوف لو حد عنده اسئله ونكمل بكره، ما فيش مشكله. الجماعه تقرر استاذ، تمام. طيب خلاص، خلينا نكمل 10 دقايق وبعد كده نشوف لو انتوا عايزين تكملوا ولا ما كملوش. طيب انا عندي هنا طريقه هنبدل الملفات ازاي، تمام. يعني هل هتقدر تبعتها لي بفلاشه، او احنا شغالين مع بعض على نفس السيرفر، او هنشتغل على بنت 62، او هنشتغل على اني سيرفر. لازم الموضوع دوت نبدا نحدد هنبدل الملفات ازاي، تمام. عندي حاجه اسمها كواليتي كنترول، لازم نشوف الكواليتي كنترول. عندي مثلا فيجوال تشيك بالعين كده، هتبدا تبص وتلف في المبنى، في انترفيس تشيك تبدا تشوف المشاكل، في ستاندرد تشيك، تمام، هتبدا تشوف الستاندرد بتاع كود. يعني ممكن يكون الشغل ما فيهوش كلاشات، بس انت مش ماشي بطريقه تسميه مظبوطه، فطريقه التسميه المظبوطه ديت لو انت مش مسمي النيمنج مظبوط هيبقى فيها مشكله، فاحنا لازم نتاكد تسميه الملف من بره مظبوط، تسميه الابواب مظبوطه، تسميه كل حاجه مظبوطه ولا لا. طريقه التسميه تفرق جامد جدا. وبعد كده عندي حاجه اسمها التولرنس، لو في مثلا في غلطه مثلا او في انحراف بسيط معين هنبقى قد ايه، وحاجات زي كده، تمام. طيب السوفت وير، البرامج اللي احنا هنشتغل عليها، تمام. ممكن مثلا تقول بقى الديزاين هنستخدم برنامج كذا، السوفت وير كذا، الفيرجن بتاعه كذا،
الهاردوير، هتقول بقى انا هستخدم كمبيوترات مثلا جيمر او بي سي او كذا، او الشاشات تبقى كذا، او انا هجيب برينتر، الهاردوير اللي انت عايز تحطه حطه براحتك. تمام، الخط الرفيع بيبدا يشرح لك الحاجه بالتفصيل اكتر، انت عايز ايه بالظبط او ايه اللي المفروض يتكتب هنا. المودرنج الاستخدام بتاعه مثلا في تقدير التكلفه، مين اللي هيستفاد منه مثلا، او من كذا الاصدار بتاعه هيبقى عامل ازاي. الفايل نيم ستراكشر، طريقه تسميه الملفات، فهو ممكن مثلا يقول لك ايه الملف بتاعي هيتكون مثلا اول حاجه الاركتكشر موديل هيبقى اي ار سي اتش شرطه، وبعد كده اسم البروجكت يعني عاملها ايه اركتكتشر، وبعد كده البروجكت نمبر، اسم رقم المشروع مثلا، رقم المشروع اهو 1111. تمام، وبعد كده تعمل شرطه، وهتحط لي بقى البيلدنج نمبر، رقم المبنى مثلا 13، بيلدنج 18. تمام، وبعد كده هتحط لي مثلا الدور بتاع المبنى مثلا جراوند. فطريقه التسميه دي مهمه قوي، بحيث ما يعني من غير ما افتح الملف سواء اوتوكاد او ريفت او بي دي اف، ابقى عارف ايه المعلومات اللي موجوده جواه، بدل ما افتح 10 ملفات عشان اعرف ايه الملف ده بتاع ايه. ممكن يكون في ملف مثلا خاص بالكوردينيشن، ده ملف فاضي بس انا ساحب فيه الملفات كلها عشان اتاكد الكلاشات اللي موجوده. تمام، في عندي موديل ستراكشر تنظيم الملفات، في بيم اند كاد ستاندرد، ايه الحاجات اللي هنشتغل بيها، الاستاندرات اللي هشتغل بيها، في حاجات خاصه بالبروجكت ديليفرابل، التسليمات في كل مرحله هتستلم مني ايه، في حاجات خاصه مثلا بالاتشمنت. يعني ايه اتشمنت؟ يعني بقول له في ملفات فيها تفاصيل اكتر هبدا احطها، مثلا حاجه خاصه بالبيم مانوال، بيم مانوال دي عباره عن ايه، ملف بقول له الالوان اللي انا بشتغل بيها، الخطوط، الكتابات، الحاجات دي كلها. تمام، ده الفكره من الكود دوت. تعال نفتح التاني، التاني تقريبا هتلاقي نفس الحاجه، يعني مش اختلاف كبير، ممكن بس يكون في تفاصيل بسيطه اكتر، يعني مش هو تقريبا نفس الملف. طيب لو احنا جينا نبص مثلا على ملف تاني، ده مثلا employer information requirement اللي احنا كنا بدأنا بيه. تمام، بس ده في بيقول لك انت عندك تكنيكال ومانجمنت وكوميرشال. التكنيكال البرامج اللي موجوده لازم تبقى محدد ايه هي، الداتا اكشنج فورمات اللي هتبدل، وركز على الناتف، لان اللي بيعمل موديل ممكن ما يدكش الناتف فتخسر كتير وتدفع فلوس ثانيه. الكوردينيشن الحاجات هتسلم ازاي وكده، ليفل اوف ديتيل درجه تفصيل في كل تسليمه. ممكن تعمل جدول زي كده تقول له انت هتسلم لي مثلا على 5 مرات او 4 مرات، كل مره هتسلم لي فيها ايه بالظبط، هو انا عامله 5. تمام، الاستاندارات اللي هتشتغل بيها، الرولز اند ريسبونسابيلتي، كل دوت، السكيورتي، الكوردينيشن، وهكذا. في عندي كومبلاينس بلان، انت بتعمل زي مراجعه وبتعمل تقرير بالمشاكل اللي موجوده في الموديل، وبيقول لك مثلا الدليفري استراتيجي فور اسيت انفورميشن اللي هي حاجات خاصه بالفاسيلتي مانجمنت تبقى عامله ازاي. فدي ورقه بتحدد لي بس ايه الاهم النقط اللي انت تركز عليها وانت بتتكلم مع المالك، بحيث تعمل اي اي ار تكون كويسه وما يكونش فيها مشاكل وتكون واضحه اهم حاجه. اهي بص عندي 2، في واحده بري وواحده بوست. تمام، دي مثلا بوست كونتراكت، دي بتلاقي فيها ايه المعلومات عن المشروع، معلومات عن الاشخاص اللي شغاله في المشروع، هيئه معلومات المشروع، الانفورميشن ريكويرمنت باي اي اي ار، لو في اي معلومات احنا هناخدها من الاي اي ار نكتبها هنا، حاجات خاصه بالرولز. تمام، ميجر بروجكت مايلستون، التسليمات. تمام، السيرفي استراتيجي، وهكذا. تمام، فاحنا بقى مطلوب مننا يعني نقدر نقول ايه عشان تبقى ورك شوب كويسه، كل واحد فينا يبدا يعمل حاجه زي كده. تمام، مش لازم تكون بالجداول، مش لازم تكون بالتفصيل، المهم ان هو يحط الافكار اللي هيفكر فيها لما يجي يعمل حاجه زي كده. تمام، طيب في اي اسئله، في اي حاجه مش واضحه، او في اي حاجه انتوا عايزين نبعثها لكم كده؟
الو الو ايوه الفرق بين ال دي اي ار الاي اي ار وال الفرق بين الاي اي ار والبيرميشن بلان. طيب الاي اي ار ايوه الاي اي ار انا كمالك بقول ايه اللي انا عايزه في المشروع تمام من غير تفاصيل، يعني انا نفسي تعمل فيلا 10 ادوار ويكون مثلا تتعمل خلال سنتين والبرامج اصليه، انا دي الحاجات اللي انا بحلم بيها، بس مش هحط فيها التواريخ ولا احط فيها اسامي الاشخاص ولا احط فيها هتتم ازاي، يعني فاضيه خالص. البيمكشن بلان بقى يعني الاي اي ار يعني نقولوا يعني عام، اما البيم اكستيوشن بلان ايه يعني هو يعني هو اللي فيها تفاصيل، يعني يفصل فيه تفاصيل. الاي اي ار عباره عن ان انا بقول انا المالك وعايز الناس تعمل لي المشروع بالشكل الفلاني تمام، انا عايز اعمل مستشفى 15 دور بس مشترط ان البرامج تكون اصليه او تكون يتعمل بالريفت بس، يعني الاي اي ار ممكن تعمل ورقه واحده بس، ورقه واحده او ورقتين تمام. لسه ما حددتش الشركه، لسه ما حددتش الوقت المشروع، لسه ما حددتش التفاصيل. البيمكشن بلان بنبدا بقى نحدد الكود اللي احنا شغال بيه، بنحدد الاشخاص اللي هنشتغل معاهم، بنحدد تواريخ التسليمات، بنحدد كل حاجه، بيبقى فيه تفاصيل اكتر. شكرا الله يكرمك. عايزين بقى نعمل بقى اي اي ار وبيمكشن بلان بساط، ونشوفهم بكره قبل ما نبدا المحاضره ان شاء الله بعد اذنكم. اتفقنا؟ ان شاء الله باذن الله. باشمهندس رايل اللي معانا، طيب تقريبا ممكن يكون في مشكله في الانترنت. طيب خلاص باذن الله ان شاء الله بعد حاول ابعت لكم الحاجات على الجروب، وباذن الله نحاول نطبق الحاجات دي عشان ما ننساش. تمام ان شاء الله. ماشي يا استاذ، جزاك الله خير. شكرا. الله يكرمك. الله يكرمك. سلام.